القاهرة صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا حسين. صباح الخير يا أمان، ومبسوط أن أنا موجود معاكي النهاردة. يمكن جاي في زيارة سريعة من التاسعة، بس طبعا بنهني كل زملائنا اللي كانوا طبعا على ضمن وفد كبير في قطاع غزة، طبعا عملوا شغل هايل، فمبروك ليكي وكل فريق البرنامج الشغل يعني الجميل. كانوا مشرفين لينا ولمصر كلها الحمد لله. الحقيقة صباح الخير عليك، وطبعا في كل مكان حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. والنهاردة عندنا الحقيقة موضوعات مختلفة وأخبار مهمة، لكن بما أن النهاردة إيمان كمان عندنا خبر مهم. طبعا احنا بنتابع 7 سنين على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمهام رئيس الجمهورية، والنهارده بالمناسبة يمكن في خبر عن أول مؤتمر للمستثمرين الأفارقة أو هيئات الاستثمار، في هيئات الاستثمار في الدول الإفريقية عشان نكون أكثر تحديدا، في شرم الشيخ. وطبعا كان أيضا هناك لقاء مهم جمع رئيس وزراء مصطفى مدبولي بعدد أيضا من الوزراء الأفارقة، وده خلينا نقول بعد من الأبعاد اللي تحققت في 7 سنين اللي فاتت. خلينا نقول إنه عودة مصر بقوة للقارة الإفريقية بدليل طبعا يعني مصر اشتغلت عليه يعني منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وكمان كانت فرصة كبيرة لمصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي. خلال السنوات الأخيرة نقدر نقول إن مصر اختصرت المسافات من القاهرة لكل العواصم الأفريقية. أكيد ما فيش شك إنه الفضل في ده بيرجع للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أعاد مصر لقلب القارة الأفريقية مرة ثانية. اللي بيتابع واللي بيدقق في خطابات السيد الرئيس هيلاقي إنه دايما بيأكد مرارا وتكرارا على اعتزاز مصر بانتمائها وعمقها الأفريقي. اللي بيتابع كمان وبيرصد الدبلوماسية الرئاسية هيلاقي حسام إنه السيد الرئيس يعني أجرى زيارات لأهم العواصم الأفريقية ووصل كمان لأبعد نقطة تتكامل معها العلاقات المصرية الأفريقية. اللي بيتابع كمان وذاكرته كويسة هيلاقي إن مفيش شهر بيمر من غير ما يكون فيه زيارة لرئيس أفريقي أو مسؤول كبير لمناقشة التعاون الثنائي مع مصر. بالتأكيد. ده بيعزز فكرة انتمائنا للقارة الأفريقية، مش مجرد كلام. بالتأكيد، حتى آخر زيارة كانت للرئيس عبد الفتاح السيسي خارج البلاك كانت لدولة إفريقية وهي دولة جيبوتي أيضا، وبالتالي ده برضو يخلينا نفكر كثيرا فيما أنجزته مصر خلال الحقيقة السنوات الماضية فيما يتعلق بالملف الإفريقي. ومرة تانية يمكن النهاردة هنقول لكم بعض الأخبار عن اللقاء اللي أيضا بينعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، وبتشارك فيه 34 دولة إفريقية وبرعاية مصرية، في طبعا مجموعة من رؤساء الحكومات من التكتلات الإفريقية من المعنيين بتجارب التنمية أيضا والاستثمار في قارة إفريقيا. بالتأكيد مصر تعود مرة أخرى للقارة السمراء وتعود بقوة، لأن اختيار الجغرافيا واختيار التاريخ واختيار الانتماء أيضا هو قرار مصر طبعا اتخذته، مش اختيار. الحقيقة يا حسام صباح الخير عليكم مرة تانية، وصباح الخير يا مصر.
اهلا بحضراتكم مره تانية، وخلونا نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا شرف. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا امان. صباح الخير يا حسام، منورين برنامج صباح الخير يا مصر. صباح الخير على كل مصريين في كل مكان. سعيده النهارده بالشغل معاكم، وان شاء الله يكون يوم جميل باذن الله. ان شاء الله. اتساقا طبعا مع اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليه، على ان مصر والعوده الى العمق الافريقي مره تانية، يمكن خلال 7 سنوات منذ رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر كان هناك زيارات متبادله لاول مره يمكن في تاريخ مصر بين مصر و رؤساء أفارقة. ذهب الرئيس السيسي لعدد كبير من الدول الإفريقية لأول مرة في تاريخ مصر، وأيضا كان هناك زيارات الرؤساء الأفارقة لمصر. عايز أقول لكم أن يمكن طبعا أكيد مصر دايما بتحافظ على التنمية المستدامة، مش في مصر بس، لكن التنمية المستدامة والاستثمار في كل دول إفريقيا، لأنها جزء لا ينفصل على مصر. وكمان لأن احنا بنؤمن بشكل كبير جدا أن العمق الإفريقي أو إفريقيا بالنسبة لنا مش مجرد انتماء، ولكن هي الولاء الأول والأخير. خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة النهاردة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار، وفي نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 46، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 26 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية بعد قليل، لكن خلوني أرجع مرة تانية لحسام وإيمان عشان يبدأوا فقرات صباح الخير يا مصر. والجو للأسف حر النهاردة. النهاردة فعلا حر شوية، بس على بالليل الجو بيتحسن. هو أحلى فعلا، في نسمة كده صيف جميلة فعلا بالليل. يعني بيقولوا إحنا قربنا من انكسار الموجة الحر مرة تانية. لا انكسرت بس هترجع تاني. لسه تاني. ما إحنا دلوقتي بقينا. شكرا شكرا يا دينا. إما هتخلص الموجة الحرة. شكرا جزيلا يا دينا. شكرا ليك يا دينا. شكرا. احنا النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات اللي تهم حضراتكم، وكالعادة بنبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. أهم أخبار امبارح طبعا لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في شرم الشيخ، وكمان انطلاق المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في شرم الشيخ. المنتدى بيحضروا ممثلين عن 34 دولة أفريقية، وبيناقش تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء. وهيكون طبعا معنا تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأهم لقاءات اللي عقدها على هامش المنتدى، وحضوره لمذكرات تفاهم تم توقيعها في مجال الاستثمار مع السودان وجنوب السودان، وأخبار تانية كتير متعلقة بأهم أحداث امبارح يا حسين. طبعا خلينا أقول له كمان أنه زي ما قالت طبعا أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى امبارح بالأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في شرم الشيخ. وكمان كتب السيد الرئيس عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: سعدت بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان، وقد تركز لقائنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة ما بين البلدين، وكمان توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد كمان اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة اللي بتربط ما بين مصر والمملكة العربية السعودية إيمان على المستويين الرسمي وأيضا الشعبي. حقيقة حسام احنا هنوقف كتير قدام الصورة دي. الأخبار المتعلقة بالصورة دي، يعني فكرة أنه الصورة بتتكلم من غير كلام، هي اللي بتعبر عن عمق العلاقات. صحيح. المصرية السعودية. امبارح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك الصورة اللي بتجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، وكتب: لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. الصورة فيها يعني أريحية وفيها حميمية في اللقاء، وكانت لافتة لكثير من المتابعين، مش على المستوى طبعاً الرسمي، على المستوى الشعبي. يعني كانت طبعاً معبرة طبعاً عن التفاهم التوافق في المرحلة دي بين مصر والسعودية. والأهم زي ما أنت قلت يا أمان، بتوري أنه في يمكن دفء وتقارب كما هو العاده دائما الحقيقه ما بين مصر والسعوديه. احنا طبعا متعودين احنا نشوف دايما مسؤولين في بشكل رسمي، بشكل رسمي. لكن لما نشوف طبعا زي ما قالت زميلتي عزيزه ايمان، يعني اريحيه في الجلسه او كمان لقاء بيتغلب عليه الطابع الاخوي او الودي او طبعا الصداقه الواضحه في الصوره بشكل او باخر، واللي هي انعكاس للصداقه المصريه السعوديه الممتازه والضاربه في جذور التاريخ.
امبارح انطلقت الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية في شرم الشيخ. المنتدى شارك فيه وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، ده بالإضافة لعدد كبير من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والأفريقية. خلال المنتدى دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ألقى كلمة قال فيها إن في فرص غير محدودة لتوطين عمليات التصنيع عشان تكون قارتنا في المستقبل هي مصنع العالم، وقال كمان إن مهمتنا هي تحويل المحن لمنح، وده طبعا لصالح الشعوب الأفريقية وصالح القارة بشكل عام. عشان كده شعار المنتدى السنة دي هو التكامل من أجل النمو. رئيس الحكومة كمان أكد إنه النهوض بالقارة السمراء بيحتاج لتعاون الجميع، سواء مواطنين سواء شركات طبعا مؤسسات مجتمع مدني وحكومات، الكل مسؤول والكل لازم يشارك عشان تحقيق التنمية. خلينا نتابع هذا التقرير. مع تعدد التحديات والصعاب فإن مهمتنا الرئيسية تتمثل في تحويل هذه المحن إلى منح لصالح قارتنا الأفريقية. لذلك يفتح لنا شعار المنتدى هذا العام التكامل من أجل النمو آفاقاً رحبة لواحداً من أهم الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 الذي أيقنته أفريقيا قبل سنوات عديدة، ليثبت أن في الاتحاد قوة، وفي تعزيز قنوات التعاون المشترك صلابة، والتحلي بالنظرة الإيجابية والاستباقية مرونة لخلق مستقبل أفضل ولبلوغ المستقبل الذي نصب إليه، يمكننا البناء على العديد من الأطر التنموية والبنية المؤسسية التمكينية القائمة التي تحتضنها القارة. لدينا أجندة أفريقيا 2063 بما تمثله من وحدة ورخاء مشترك وسلام، وبدأنا معا خطى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أشار البنك الدولي إلى أنها قادرة على رفع دخل القارة بنسبة 7%، أي 450 مليار دولار أمريكي، والتسريع من نمو أجور النساء وانتشال 30 مليون شخص من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2035. وتعزز من خطانا مجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تصبو إلى إحداث عملية تحول اقتصادي لإنجاز نمو قوي ومستدام يتسم بأنه احتوائي وأخضر. خلينا أقول لكم أنه على هامش النسخة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية، كمان شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقيع مذكرتين للتفاهم لتعزيز التعاون سواء مع دولة السودان أو مع دولة جنوب السودان، وكمان حول الفرص الاستثمارية وتسهيل الاتصال في مجال الاستثمار ما بين البلدين. وكمان عقد الدكتور مدبولي لقاء مع الدكتور هادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني. كان في يا حسام توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون في تعاون كامل مع الأشقاء في السودان، ورئيس الوزراء التقى يعني بهذه المناسبة وزير الاستثمار في جنوب السودان، وقال أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع بصورة كبيرة تطور العلاقات مع جنوب السودان، وبيواجه دايما ببذل كل الجهود لتطوير العلاقات وتلبية مطالب الأشقاء في جنوب السودان. طبعا يعني أكيد الأشقاء في جنوب السودان عانوا كتير من فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي أثرت على أحوالهم المعيشية بشكل كبير. دعم مصر ليهم اقتصاديا مهم، وحيساعد هو دعم دائم ومستمر الحقيقة. دائم طبعا. وخلينا نقول كمان انه من اللافت طبعا في المنتدى، منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الافريقيه، ويمكن زي ما طرح الدكتور مصطفى مدبولي كان مهم جدا انه يتم طرح افاق الاقتصاد بعد كمان ازمه كورونا، خاصه طبعا انه ما زال في تحديات بتواجه القاره الافريقيه، خاصه لما تكون القاره بتعتمد زي ما قال الدكتور مصطفى مدبولي على فكره السلع الاوليه، في حين ازمات زي ازمات كورونا بتتوقف حركه التجاره الدوليه او بتتعرق لبعض خلينا نقول المخاطر او التحديات، وبالتالي كان هناك
محاولة لفكرة التكامل والنمو، أنه يكون في قدر كبير من عدم الاعتماد فقط على السلع الدولية، يكون في صناعات أساسية جوه القارة تقلل على طول من الأزمات الاقتصادية اللي بتتعرض ليها الدول الإفريقية إذا ما حدث دولي قد يؤثر مرة أخرى على العالم. الحقيقة أنه آفة أفريقيا فكرة التصنيع، يعني المواد الخام موجودة في أفريقيا، فكرة تصديرها ورجوعها لسلع أكيد بتكلف المواطن الأفريقي. إننا نوصل لمرحلة التصنيع ده أكيد درس من الدروس المستفادة لجائحة كورونا. كان في مشاركة حسام كمان في المنتدى من الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، أكدت فيه تعزيز دور القطاع الخاص كونه أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية في مصر. فلسفة وتوجه مصر بيقوم على زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية، ده عشان نحفز ونساعد القطاع الخاص على الاستثمار. عشان كده الاستثمارات العامة اللي توجهت في البنية التحتية في مصر عندنا في 7 سنين اللي فاتت حوالي 1.7 تريليون جنيه، يعني أكتر من 100 مليار دولار اتصرفوا في البنية التحتية. وعشان كده مصر قدرت أنها تتقدم 90 مركز في مؤشر جودة الطرق، وبقت في المركز رقم 28 عالميا. ده غير قطاعات تانية كتير يا حسام زي الكهرباء مثلا. بالتأكيد كمان يعني خلينا نقول لكم كمان انه في قطاعات زي الكهرباء مصر تقدمت 44 مركز وبقت في المركز 77 عالميا. يعني خلينا نتابع مع حضراتكم كمان نقول لكم بقية اخبار المنتدى. مفيش قطاع خاص هيدخل يستثمر في دولة، قطاع خاص محلي او اجنبي، من غير بنية تحتية قوية. الحقيقة إحنا كان عندنا تراجع على مدى سنوات طويلة في البنية التحتية المصرية، وخلينا نقول ده بمنتهى الأمان. عشان كده كانت من ضمن أولويات الدولة المصرية ومن ضمن أولويات السيد رئيس الجمهورية أنه هو يطور البنية التحتية المصرية، شبكة طرق قومية، شبكة كهرباء. وإحنا برضو عايزين نقول 2016-2017 كانت الكهرباء بتتقطع نص اليوم، النهاردة إحنا عندنا شبكة كهرباء بننقلها وبنمدها إلى الدول الأفريقية. فلدينا النهاردة استثمار كبير جدا في البنية التحتية، مواني، هيئة الاقتصادية لقناة السويس، محور تنمية قناة السويس، كل الطاقة جديدة متجددة، مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية موجودة في بنبان، ودي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص. ومن المهم قوي إن احنا نقول إن مصر ما تم استثماره في 7 سنوات الماضية في البنية التحتية تخطى 1.7 تريليون جنيه بما يتجاوز 100 مليار دولار. كمان المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار قال في كلمة امبارح أمام المنتدى، أكد أنه التنظيم المنتدى الأول لرؤساء هيئة الاستثمار الإفريقية بيأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم علاقات التعاون بين مصر والدول الإفريقية. وقال كمان أنه رغم قيود كورونا اللي أثرت طبعا على العالم بشكل أوسع، لكن هناك بوادر ومؤشرات إيجابية على دخول القارة في دائرة التعافي. قال كمان أن التوقعات الدولية بتؤكد تحقيق الاقتصاد الإفريقي لمعدلات يمكن نمو إيجابية رغم التحدي الكبير اللي هو أزمة كورونا خلال العام الحالي، وممكن تصل إلى 3.4%، وده بيدل على قدرة اقتصاديات القارة على الصمود أمام الأزمات العالمية. يكتسب هذا المنتدى أهمية خاصة حيث يأتي في ظل ظروف ومتغيرات استثنائية فرضتها جائحة كورونا، والتي وضعت كافة شعوب العالم أمام لحظات تاريخية حاسمة تحدد مستقبل الأجيال القادمة وتفرض واقعاً جديداً قد يغير هيكل وملامح الاقتصاد العالمي. إلا أنه وبالرغم من تلك التداعيات على الدول الإفريقية، فإن هناك بوادر ومؤشرات إيجابية على دخول القارة في دائرة التعافي، حيث أشارت التوقعات الدولية إلى تحقيق الاقتصاد الأفريقي لمعدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي قد تصل إلى 3.4%، وهو ما يدل على قدرة الاقتصادات الأفريقية على الصمود أمام الأزمات العالمية وتحقيق معدلات إيجابية للنمو. الأسبوع اللي فات الحكومة عملت اجتماعات مهمة تابعت فيها الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية، كمان مشروع الرقم القومي لكل عقار، ده بالإضافة لأنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة. خلونا نتابعها مع بعض.
جهود كبيرة قامت بها الحكومة خلال الأسبوع الماضي، ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً عن حصاد الحكومة وأهم القرارات والاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت 5 اجتماعات و11 قراراً، منها الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية المقر بين مصر ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي التي تهتم بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال التدريب والتعليم والتأهيل. أيضاً تضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك والعيد 69 لثورة 23 يوليو 1952. أيضاً تمت الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم بشأن التعاقد للقيام بشراء الكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني. وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات ومتابعة مستجدات المشروعات الاستثمارية في مجال البنية التحتية والمرافق، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار. هنروح بأيمان لخبر تاني، يمكن وهو يعني برضو كما هي العادة حاولنا دايما من خلال صباح الخير ممكن احنا نرد على أبرز الشائعات اللي بيتم تداولها، والحقيقة كان في مواقع وبعض الصفحات على السوشيال ميديا نشرت تقرير منسوب للاتحاد العام للغرف التجارية بيقول انه في 90 سلعة إيمان تم رفع أسعارها في السوق المصري. الحقيقة تواصلنا مع مركز الإعلام مجلس الوزراء وهو كمان أيضا وضح في أكثر من بيان، وهو بدوره تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية واللي نفى ما جاء في هذه التقارير، بل بالعكس قال إنها مزيفة، لم يصدر عن الاتحاد أي شيء بيشير إلى ارتفاع أسعار 90 سلعة، بالعكس إن السوق المصري هذه الأيام بيعاني من حالة في الاستقرار في السلع الغذائية والاستهلاكية، بل بالعكس إنه كمان في تراجع في بعض الأسعار لبعض السلع الغذائية زي الدواجن الأسماك الألبان خلال الشهر اللي فات بنسبة تصل تقريبا على حسب ما جاء في البيان ل 15%. الحقيقة أنه التقليد اللي تبعه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حسام يعني رصد كل الشائعات ونفيها بالإثبات ده مهم جدا. إحنا كان في مرحلة كان في عدد من الشائعات مهول طبعا يصدر بشكل يومي، ومازال وهيفضل فيه وهيفضل، بس فكرة أنك تحكم الشائعة في بدايتها طبعا وتحدد بنفيها بشكل قاطع ده أكيد بيقتلها يعني، وتقديم المعلومة بالتعاون مع الجهات اللي بتشتغل على الأرض، وهو ده اعتقد يكون في مصلحه وعي الجمهور بشكل او باخر انك بتدي له معلومه صحيحه، معلومه دقيقه، ومعلومه من مصدرها، المصدر المسؤول اللي بيعمل على ارض الواقع وبيراقب الاسواق او بيتابع الحاله بشكل متواصل. وزارة الداخلية نشرت فيديو على صفحتها الرسمية على اليوتيوب وكمان على الفيسبوك عن الموقف الأمني اللي حصل امبارح الجمعة وآليات تطبيق القانون ومبادرات الوزارة كمان اللي بدأت تتبعها مؤخرا لتخفيف العبء عن المواطنين، مبادرة كلنا واحد طبعاً يعني أكيد كان ليها فعالية كبيرة في عدد كبير من محافظات الجمهورية، يعني دور اجتماعي ودور طبعا أمني كبير في نشر الأمن والأمان. نتابع. إسهامات وزارة الداخلية على المستويين الإنساني والاجتماعي تتواصل بهدف تقديم الدعم والمساندة للمواطنين بكافة فئاتهم بخاصة في المناطق الحضارية الجديدة والأشد احتياجاً. من هنا انطلقت قوافل المساعدات العينية والطبية والخدمية التي وجهتها الوزارة لتلك المناطق لمباشرة عملها. هذه القوافل تأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقد استقبل المواطنون من قاطني المناطق المستهدفة بالمساعدات
القوافل بترحاب كبير، فهي تمثل فرصة لهم للاستفادة من إمكاناتها الطبية والخدمية والإنسانية. أنا كنت معدي النهاردة بصراحة، شفت القافلة موجودة، رحت داخل كشف وادوني العلاج وتمام التمام، يعني اتبسطت بصراحة. طيب أنا نزلت لقيت القوافل الدكاترة شغالة وكشفت وخدت علاج ومشيت، وإحنا نفسنا تستمر على طول معنا هنا. حيث بدأ أطباء القافلة في مباشرة عملهم في الكشف على المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. أنا النهاردة كشفت، كان عندي صدري تعبني، كشفت ادوني علاج، كتر ألف خيرهم وكشفوا على الدكاترة وناس محترمة وناس كويسة. إلى جانب الكشف الطبي على المواطنين، فقد تواصلت الفعاليات الأخرى للقوافل من خلال توزيع مساعدات عينية على المواطنين في تلك المناطق في أماكن تم تخصيصها لهذا الغرض، روعي فيها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تم التوجه إلى أماكن إقامة المواطنين لتوزيع المساعدات عليهم في إطار تخفيف الأعباء عنهم ودعمهم ومساندتهم. وشملت القوافل خدمات شرطية تقدم للمواطنين، بخاصة مصدرات قطاع الأحوال المدنية للتيسير عليهم في الحصول عليها دون عناء التوجه إلى مقرات الأحوال المدنية. تلك القوافل تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين، بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم ومساندتهم، في إطار توجه الدولة وحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين. يا جنودك اللي بينا اشتدت عودك، واللي ربطنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقتنا بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب. قافلة كبيرة من المساعدات الطبية والعينية والخدمية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في المناطق الحضرية الجديدة والأكثر احتياجاً، وهي ليست الأولى من نوعها التي تقدمها الوزارة للمواطنين في تلك المناطق، وإنما هي امتداد لسلسلة القوافل الموجهة إليهم في هذه المناطق في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. طبعا يا إيمان، العالم كله تحدث عن فكرة الفطر الأسود، وكان في تخوف الحقيقة، وأنا كمان خفت الصراحة شوية، كلنا خوفنا الحقيقة في البداية، برضو مرض صعب ومحتاج إن احنا نبقى واعيين بيه بشكل كافي. طبعا في تخوف من هذا المرض، وبيتم تداول بعض المعلومات أحيانا غير موثقة وغير حقيقية وفيها مبالغة، لكن الأهم إن احنا نعرف المعلومات الحقيقية وكيفية الوقاية منه، وكمان العلاج لا قدر الله لو يعني أصاب حد، لا قدر الله يعني نعرف بقى المعلومات بشكل منطقي وبشكل علمي، هنعرفها في التقرير القادم. ماذا تعرف عن الفطر الأسود؟ هل يستحق كل هذا الخوف؟ إليك المعلومات الموثقة عنه. أكد مركز مكافحة الأمراض الأمريكية أن الفطر الأسود مرض نادر وطرق علاجه معروفة. الفطر متواجد على الأسطح وفي التربة وفي المواد العضوية المتحللة، يؤثر في الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة نتيجة تناول الأدوية المثبطة للمناعة، يشكل خطراً على من يعانون من مشاكل صحية وأمراض تؤثر على المناعة مثل السرطان والإيدز. أعراضه: تورم الوجه من جانب واحد، آفات سوداء على جسر الأنف أو الجزء العلوي من الفم، حمى، سعال، ألم بالصدر، ضيق في التنفس، صداع، واحتقان في الجيوب الأنفية. الفطر الأسود غير معدي من شخص لآخر. عدوى الفطر الأسود لا تنتقل من الحيوان إلى البشر. الفطر الأسود مرض نادر، علاجه موجود وليس منه خطر على الشخص السليم. خلينا ننتقل مع حضراتكم من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة. النهاردة هتنظم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، واللي هيستمر لحد يوم 16 يونيو لمناقشة مجموعة من المحاور المهمة زي مكافحة الإرهاب وتوزيع اللقاح المضاد لكورونا على الشعوب الأفريقية. كمان النهاردة هيترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس كنيسة القديسين ماري مرقس والرسول البابا بطرس خادم الشهداء بسيدي بشر، وده بمناسبة مرور 50 سنة
على إنشاء الكنيسة. النهاردة هتنطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وتطلق فعاليات حملة طرق الأبواب. الحملة عنوانها احميها من الختان، وده في إطار أنشطة اللجنة اللي هتستمر لمدة 3 أيام في جميع محافظات الجمهورية. النهاردة كمان هيفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مشروع تطوير قرية باب الأحرار، واللي كان أطلقت فيه إشارة البدء في يناير الماضي، وبالتعاون مع روتري مصر وجمعية الأورمان والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي. النهاردة كمان هتنطلق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وده في كليات إدارة الأعمال والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. الامتحانات هتتم طبعا وسط إجراءات صحية احترازية مشددة طبعا تحسبا لانتشار فيروس كورونا. كمان النهاردة هيتم تنظيم احتفالية خاصة في نادي سينما الشباب، وده عشان إقامة عرض خاص لأفلام وحدة دعم سينما الشباب، ودي وحدة تابعة للمركز القومي للسينما، وهيتم عرض مجموعة من الأفلام اللي أنتجتها الوحدة. النهاردة هيكون معدنا مع 3 مباريات حماسية في بطولة كأس الأمم الأوروبية. أول مباراة هتجمع منتخب ويلز اللي هيواجه المنتخب السويسري، وده الساعة 3 العصر. الدنمارك هتواجه فنلندا الساعة 6 بالليل، وروسيا هتواجه بلجيكا الساعة 9 بالليل. أنا بحرككم مرة تانية، بحب أنا الفقرة اللي جاية دي بتبقى فيها أخبار لطيفة دايما بحب أستناها من زملائي في صباح الخير يا مصر. وخلينا أقول لكم أول قصة. حضرتك تخيل لو أنت رايح تصطاد سمكة وطلع لك 3 سمكات قرش. ده اللي حصل بالظبط مع الصياد الأسترالي اسمه كوبر واتسون، عنده 21 سنة إيمان، وقدر يواجه 3 سمكات قرش. هما ليه بقى واجه 3 سمكات قرش؟ هو كان بيصطاد وبعدين اصطاد سمكه، ولما طلع السمكه دي من الميه بدات تنزف، فتلمت عليها اسماك القرش، فتلمت عليه 3 اسماك قرش، او عايزين ايه طبعا على ريحه الدم وكده، وعايزين ياخدوا السمكه. هو يستسلم؟ لا، فضل ماسك في السمكه اللي هو اصطادها وقدر يتغلب على 3 سمكات قرش. وزي ما احنا شايفين في الصوره طبعا كبيره جدا، المشكله ان هم واقفين حواليه، يعني هو برده ماسك في السمكه، فسبحان الله برضو. هي سبحان الله الموقف كله، ان السمكه يحصل لها نزيف. احنا طبعا عارفين سمك القرش بتلم على ريحه الدم. بالظبط. فيعني صناره تصيبها بشكل يخليه يجيب لها نزيف، يعني هو حظه سيء بس حظه برضو كويس في نفس الوقت. هو عنيد وهو عنيد كمان. انا لو شفت سمكه قرش وانا بصطاد سمكه اقول اتفضلوا السمكه واطلع اجري يا ابني، ما فيش احنا مش هحاول حد. كمان يا حسام في فيديو متداول بشكل كبير على السوشيال ميديا، واحنا شفنا نماذج لده كتير. لما بنلاقي حاجة مش معتادين عليها أكيد بتلفت النظر. شقة خيالية، وكلمة خيالية يعني شوية عليها، مساحتها الداخلية 5000 متر. أنت متخيل سعرها يعني ممكن يوصل لقد إيه؟ والله مش غالية قوي يا إيمان. هي الحقيقة أن سعرها 22.5 مليون دولار. إيه يعني 22 مليون دولار؟ إيه بسيطة يعني؟ إيه ده كلام فاضي. بس أنت شايف المنظر الخيالي يا حسام. طبعا زي ما أنتوا شايفين شقة على المحيط يعني. الحقيقة أنه الخبر أو المتابعة مش بس الشقة، هي الشقة اتباعت وسعرها اتسجل بأنه أغلى عملية شراء عقارية استخدموا فيها فلوس مشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الناس بدات تتساءل لما شافت الخيال اللي قدامنا ده، وده جزء منه طبعا، يعني انت شايف الاطلاله على المحيط، مين صاحب الشقه؟ محدش يعرف. محدش عارف. يعني صاحب الشقه هو شخص مجهول، والسوشيال ميديا طبعا يعني الناس كلها عماله تكتب عن وصفات الشقه وتتخيل مين صاحبها. جوه الشقه غرف نوم وحمامات، يعني يكفي البلكونه، واضح ان كل مكان في الشقه اي حد هيمشي فيه هيبص على المحيط. على اي حال مبروك لصاحبها، ويعني يعني 22 مليون دولار ونص يعني. هو الحقيقه انه يبقى شخصيه مجهوله اكيد ده هيحميه من الحسد. طبعا هو لازم يكون شخصيه مجهوله، لانه برضو تتخيل تشتري حتى مش فيلا، مش 22 مليون دولار في شقه على المحيط. مبروك لصاحبها ايا كان. نروح بقى معاكم لقصة تانية. مطعم محلي في مدينة اسمها يانسوكالا في ولاية فلوريدا
المطعم ده خد شهره كبيره جدا بسبب ديكوره الغريب والفريد الحقيقه من نوعه اللي هنشوفه معاكم في الصور. الديكور الغريب ده عمله صاحب المطعم وبيتميز بوجود اوراق نقديه وفلوس زي ما انتم شايفين، يعني الصوره دي تقريبا يعني اوراق نقديه مختلفه ومن فئات مختلفه للاوراق النقديه، لكن هم في مجموعهم حوالي 2 مليون دولار، 2 مليون دولار معلقه في سقف المطعم. ده طبعا بيخلي ناس كتير تروح تنبسط وتاكل في المطعم وتتفرج على الديكور الغريب. وطبعا الديكور ده كمان طلع ان هو مش جديد، ده بيرجع تاريخه لسنه 1977 لما قرر صحاب المطعم اللي هم الزوج والزوجه بانهم ياخدوا اول بقشيش حصلوا عليه من الزباين، واول بقشيش خدوه ده علقوه في سقف المطعم. الموضوع بقى عجبهم جدا وتحول لعاده وادمان بالنسبه لهم، بقى اي بقشيش ياخدوه يعلقوه على الحيطه في المطعم، لحد ما وصل حجم البقشيش اللي تم اعطائه في المطعم 2 مليون دولار. يعني اللي حضراتكم شايفينه في السقف ده بقشيش. يعني هي غريبه، هي فكره غريبه وجديده، بس بعد ما وصل للمبلغ ده 1977. لا بس بعد ما وصل المبلغ ده هيخلوه لسه على الحيطه؟ ما بتعلقوا على الحيطه دي، طب ما اخده احسن استفيد بيه. صحيح ده ده التحويش ده من ايه؟ 1977 يعني بقى لهم 40 سنه، و40 سنه محتفظين بالعاده ان هم يعلقوا البقشيش. بس يا ترى بعد 40 سنه ممكن مبلغ البقشيش يوصل ل 2 مليون ونص دولار؟ طب ده احنا نروح نشتغل معاهم. لا هي الغريبه انه زباين المطعم ايه احساسهم هم شايفين الفلوس طبعا متعلقه حواليهم. هي واحده طبعا من الاخبار الغريبه واللافته كمان واللي بتلفت الانتباه لرواد السوشيال ميديا. هو لو المباراه لو رحت كلت وما لقيتش فلوس ممكن تشد من فوق وتدي بقشيش. احنا خلصنا اخبارنا لكن طبعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر. هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. الإنجازات اللي حصلت مش مجرد مختصرة في طرق وكباري وعشوائيات وأكل وشرب، لا الإنجازات اللي حصلت إن إحنا النهاردة بقينا قوة إقليمية وقوة عالمية وبقى لينا رأي ونفرض رأينا على العالم كله. الملف بتاع الطرق والكباري والمحاور، طرق جميلة جدا وعاملينها من الحوادث وحاجة جميلة الصراحة بجد تشرف يعني. بلدنا النهاردة يعني زي أوروبا بالظبط. الملف بتاع تطوير العشوائيات، واحنا طبعا الحمد لله شفنا دلوقتي الاماكن عامله ازاي، شفنا الاسمرات خدت افضل مبادره مجتمعيه دخلت من سوق جينيس. انا كنت قاعده في الشرابيه ونقلت جيت في حي الاسمرات. الله يبارك للريس جاب لنا يعني عيشه كريمه. بارك يا ريس ليوم الدين. كمل يا ريس واحنا كلنا في ظهرك. تحيا مصر السيسي، تحيا مصر ابو غالي. ربنا يخليك لينا. بنحبك قوي والله. بنحبك يا ريس. بنحبك يا ريس، دايما في انجازات، دايما في انجازات. انجاز يا ريس، ربنا يوفقك، ربنا يصبر معاك. احنا بدعك يا سيسي. بصراحة ربنا يبارك لي طبعا. طبعا في فرق كبير جدا 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 بالنسبة للطرق، غيرت 180 درجة. We'll be right back.
بحبك يا ريس. بابا ماما فين مستشار الجالية المصرية في الرياض بنشكره على كل استغاثة بينبهالنا وكل اللي بيعمله معانا. شكرا يا سيادة الرئيس. أقرب حاجة يعني للحقيقة هو رأي المواطن، هو بيكون الأكثر صدقاً، مفيهوش تزييف. إحنا لو بنتكلم عن 7 سنين إنجازات بنتكلم عن حاجات شفناها على أرض الواقع، حاجات كانت مؤثرة في حياتنا بشكل مباشر، بنتكلم عن طرق، عن محاور، يعني أمور سهلت كتير في حياتنا. أكتر ناس يا حسين بيحسوا بده لما تيجي تتكلم مع مثلاً سواء كان بيضطر ان هو يروح من بلد لبلد او شخص عايش في محافظة بس شغله في محافظة تانية. اكتر شخص بتحسه قد ايه صادق انه كان في معاناة في الطريق هو دلوقتي مبقاش يلاقيها. احنا بنتكلم عن امر واحد من ضمن امور كتير جدا، بنتكلم عن مشروعات قومية بقت حقيقة، الانجاز في الوقت، فكرة انه احنا بنصارع الزمن وقدرنا ان احنا نقف قدام تحديات كتير واجهتنا طول ال7 سنين اللي فاتت، بدايه من الارهاب، مرورا بازمات اقتصاديه، حتى جائحه كورونا. الحمد لله قدرنا ان احنا نقف قدامها ونكون من اهم الاقتصادات اللي قدرت انها تقف على رجليها رغم ازمات يعني زي كورونا اثرت على العالم اجمع بما فيه الدول الكبرى. بصي يا امين، طبعا 7 سنين و7 سنين الحقيقه في وقت خلينا نقول صعب من تاريخ مصر، وبشكل عام يمكن الواحد مع كثرة طبعا الاحداث السياسيه اللي مرينا بيها طول الفتره اللي فاتت انا اتعلمت حاجه الصراحه. انا دايما طبعا من كل حد من حقه ان هو يحكم على 7 سنين، وجهه نظره طبعا وهو تحترم وهي وجهه نظر شخصيه في النهايه لاي شخص، ولكن الواحد انا اتعودت مثلا انا احكم على شيء من خلال اللي بشوفه على ارض الواقع. اولا عندي معيار، انت استلمت البلد ازاي وهتسلمها عامله ازاي، وبالتالي ده معيار انا ببص له دائما، وكل واحد طبعا يقدر يحكم بشكل شخصي. ثانيا انا ببص لما يتم الاعلان عنه، هل بيتم تنفيذه على ارض الواقع؟ يعني طوال عقود كان بيتم الاعلان عن مشروعات كبرى، عن دايما منشطات عريضه، محدودي الدخل، المشروعات القوميه، لكن انا بالنسبه لي اصبح المعيار بعد طبعا التجارب اللي احنا مرينا بيها هو الوعود دي، هل انت بتشوفها بعينك على ارض الواقع ولا مجرد كلام في جرايد او منشطات؟ اعتقد ان في كتير تقدر انك تشوفه بعينك وتلمحه، او على الاقل لو ما قدرت تشوفه بعينك فممكن تدور عليه على الانترنت، تسال الناس، هتلاقيه ان هو
في اشكال كتيره من او في مواقف كتيره جدا اصبح حقيقه. يعني مثلا احنا داخلين على ماسبيرو هتلاقي كورنيش النيل قدامك بيتم عمله، وراك ايضا مشروع ابراج بتطلع هي منطقه مثلث ماسبيرو، لو توغلت شويه هتروح منطقه مصر القديمه هتشوف الفسطاط بيتم تغييرها، يعني الحقيقه ميدان التحرير ده حاجات تتشاف بالعين ساعات عشان بنفس الوقت سنين حصل فيهم إيه؟ معيار العين ما يتم تحقيقه على الأرض الواقع. حقيقي يا حسام، خلينا دلوقتي نروح لدينا مرة تانية وتستعرض معانا في الفقرة اللي جاية أخبار الطقس. فعلا يا إيمان، بشكرك إيمان وحسام، وزي ما بتقولوا بالضبط هو من أهم حاجة كمان المشروعات القومية اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة كانت استراتيجية بناء الإنسان المصري، مستوى التعليم ومستوى الصحة ومستوى الثقافة والإعلام، في أمور كثيرة جدا حسنا بطفرة كبيرة وتغير كبير جدا كلنا لاحظناه وكلنا لمسناه حتى في حياتنا اليومية العادية اللي بنمارسها في حياتنا. خلينا نطمنكم بقى على الحالة الجوية، وهيئة الأرصاد النهاردة بتتوقع أن الطقس يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب الصعيد. كمان النهاردة في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأ من القاهرة والعظمى 35 والصغرى 21، اسكندرية 29-19، مطروح 26-20، سيوة 37-22، بورسعيد 29-19، دمياط 28-20، الإسماعيلية 36-25، السويس 37-25، العريش 30-23، طابة 37-22، كاترين 33-20، شرم الشيخ 40-26، الغردقة 40-26، الفيوم 38-26، بني سويف 40-26، المنيا 41-23، أسيوط 43-24، وسوهاج 44-25، قنا 45-26، الأقصر 45-26، أسوان 46-27، وادي الجديد 45-28، وشلاتين 40-26، وأخيرا حلايب 33-27. بكده حاولنا نعرف حضراتكم النهاردة عن أحوال الطقس، حار يعني بس مش بدرجة كبيرة، وهنرجع مرة تانية لحسام وإيمان عشان نكمل فقرات صباحية مصر. شكرا جزيلا دينا، وبالتأكيد هنرجع لك في مرات لاحقة. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دينا. شكرا. طيب، خلال السبع سنين اعتقد ان قناه السويس كانت حاضره ايمان بشكل كبير. قناه السويس من اول عهد الرئيس طبعا كان فكره القناه الاخرى او ازدواج طبعا الفرعين، وكانت ملحمه مصريه تبعتها الحقيقه مجموعه من اعمال التطوير والانجازات فيما يتعلق بالمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. كل يوم بيضاف فيها شيء جديد، بيخش لها استثمارات، والحقيقه انه القناه دائما كانت محط الانظار العالميه، ويمكن اخرها الازمه الشهيره اللي الحمد لله عبرنا منها يمكن بشكل اكثر قوه واكثر خلينا نقول اظهارا للعالم ان احنا قادرين دائما بسواعد مصريه ان احنا نحكم مقدراتنا بشكل كامل. خلينا نتابع مع حضراتكم. طفرة نوعية شهدها محور قناة السويس، خاصة منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي شارة البدء في إنشاء مجرى ملاحي جديد للقناة وتعميق المجرى الحالي في خط متوازن مع مشروع تنمية محور قناة السويس بالكامل من أجل تعظيم الدور الإقليمي للقناة كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل. حول المشروع قناة السويس من معبر تجاري له أهمية استراتيجية واقتصادية هائلة في حركة التجارة العالمية إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية سلسلة من المشروعات القومية في إطار خطة التنمية الاقتصادية التي غيرت معالم المنطقة الواقع على ضفتي المجرى الملاحي لقناة السويس، ما شكل نقلة نوعية واستراتيجية شاملة في ذلك الموقع الفريد بالنسبة للعالم ومصر، وبما يحظى أيضا به من أهمية واهتمام بالغ. وساعدت القناة الجديدة أيضا في تقليل زمن الانتظار والعبور داخل المجرى الملاحي مع زيادة القدرة التصريفية للقناة، حيث أصبحت تستوعب أعدادا أكبر من السفن وذات أحجام أكبر تصل إلى 97 سفينة يوميا.
دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف. تفضلي يا دينا. شكرا لك إيمان. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي. وخلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس السيسي إنه سعد بلقاء أخيه الأمير محمد بن سلمان، وقد تركز لقاؤنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، كما توافقت الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي. يواصل المنتدى الأول لرؤساء هيئة الاستثمار الإفريقية أعماله اليوم الثاني بشرم الشيخ، والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى 14 يونيو الحالي. ويشارك في المؤتمر وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية. ويعقد المنتدى تحت شعار التكامل من أجل النمو، ويبحث المشاركون في المنتدى سبل التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الإفريقية لتهيئة دول القارة كواجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وقادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وأيضا تعزيز تنافسية اقتصادات دولها. تبث تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم فيلما وثائقيا بعنوان 3 سنوات من الحلم، يرصد مشوار التنسيقية من التأسيس للتمكين. كما يرصد الفيلم كيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن. أتوجه برسالة إلى قادة العالم أجمع، استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم. بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، نحن بحاجة في مرحلة جديدة من ممارسة السياسة في مصر. كل واحد فينا من حقه يحلم يبقى وزير، من حقه يحلم يبقى رئيس جمهورية. فيلم وثائقي يرصد كل الخطوات من التأسيس وحتى الانطلاق وتحقيق النجاح الكبير. الشباب هم عماد هذه الأمة وهم المستقبل. سياسة تجمع لا تفرق. 7500 عامل، منهم 6000 عامل تحت سن الـ60، مش هيبقى ليهم معاش يا فندم. كل منا لديه برنامج، لديه رؤية، لديه أهداف. يعني أنا ما كنت بنتمي الأحزاب، كنت بنتمي لحزب واحد، مش سامع بقية الأحزاب. لأن في تيارات أخرى لغة الحوار عندها مثلا بالسلاح. إزاي ننزل على أرض الواقع؟ إزاي نحتك بأفكار الناس وبملامحهم؟ 3 سنوات من الحلم، فيلم عن تنسيقية شباب الأحزاب، سياسة بمفهوم جديد. بنبني 30 سنة قدام وبنصلح 30 سنة ورا تقريبا، مفيش دولة بتعمل كده. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 555 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 199,840. وقالت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 733 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 37 حالة جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 271,780، من ضمنهم 15,547 حالة وفاة. أعربت وزارة الخارجية عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ عن أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد لدولة الإمارات الشقيقة. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت دولة الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وحصلت على 179 صوتا. هذا وأكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد أن انتخاب دولة الإمارات يعكس دبلوماسيتها النشطة وموقعها الدولي ونموذجها التنموي المتميز.
ومن جانبه أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفعاليتها. يدلي الجزائريون اليوم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة، وتجرى عملية تصويت الجزائريين وسط إجراءات صحية مشددة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. هذا ويبلغ عدد المرشحين 10702 ويتنافسون على 407 مقاعد في 58 ولاية وأربع مناطق مخصصة للجاليات الجزائرية بالخارج، فيما تستمر فترة المجلس الجديد 5 سنوات. نهاية موجز الثامنة، فاصل ونعود لاستكمال فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة في تقرير سميناه السند، والحقيقة إنه السند هي كلمة بتعبر عن مواقف، والمواقف دي هي مواقف إنسانية وعفوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، شفناها لثلاث نماذج، حالات تم التواصل بينها وبين الرئيس بشكل عفوي بشكل تلقائي، وكان فيها استجابة سريعة لمشاكلهم الإنسانية. خلونا نشوف مع بعض. سبع سنوات مليئة بالمواقف الإنسانية التي تثبت يوما بعد يوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نصير الغلابة والمحتاجين وجابر للخواطر. عشرات القصص الإنسانية التي ظهرت في الإعلام على هامش فعاليات أو تحركات رسمية للرئيس، وتركت أثرا طيبا في نفوس أصحابها وكل المصريين، وعشرات من المواقف الأخرى التي لم تروى ولم تظهر في الإعلام لكن تأثيرها واضح وباق في نفوس أصحابها وأسرهم ومعارفهم. تحيا مصر، تحيا مصر بيك، تحيا مصر بيك. في الشرقية تمنت الحاجة فهيمة التي اشتهرت بأكبر معمرة وتبلغ من العمر 103 أعوام أن تلتقي الرئيس، وعبرت عن أمنيتها قائلة: نفسي أقابل السيسي ليعلم الرئيس بأمنيتها ويلتقي بها في عيد الأم ويكرمها في احتفالية الأم المثالية ويقبل رأسها ويلتمس جبر خاطرها ورضاها عن تحقيق رغبتها في اللقاء. تعالك يا صدر مضلة تضلل على العالم كله يا رب. وفي منطقة المنيرة بالسيدة زينب كانت تقيم الحاجة صفية بجوار محطة مترو سعد زغلول في حالة صحية متدهورة، وفور علم الرئيس بوضعها وجه بنقلها إلى المستشفى لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وأمر بانتشالها من ظلمات الشوارع إلى حياة كريمة تليق بالمواطن المصري. بنديك الصحة والعافية. وفي غيط العنب بالإسكندرية التقى الرئيس إحدى الأسر البسيطة أثناء تفقده افتتاح مشروع غيط العنب لتطوير العشوائيات، ليجلس سيادته متواضعاً بين أفراد الأسرة متناولاً الإفطار ومستمعاً لمطالبهم. شكراً شكراً شكراً. أهلاً بحضراتكم مرة تانية. خلينا أقول لكم طبعاً إحنا متابعين لكل المصريين في الخارج، وخاصة المصريين كمان اللي لهم تجارب خاصة وناجحة، وأحياناً كمان بيكونوا مسار حديث الحقيقة للإعلام في البلدان الأخرى اللي عايشين فيها. زي على سبيل المثال لو تفتكر يا إيمان، طبعاً الشاب المصري اللي قدر بشكل الحقيقة بطولي إنه يوقف طبعاً واحد من أهم المجرمين المطلوبين في الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة، وتم تكريمه أيضاً والتواصل معه من مصر. عندنا قصة ونموذج لا يقل الحقيقة أهمية وروعة عن هذا النموذج، وهو لتجربة إنسانية لشاب مصري هو نور الدين التميمي. وهو شاب مصري الحقيقة هو مسار دلوقتي
للحديث عنه في كل وسائل الإعلام البلغارية. أولا هو شاب مصري عايش في بلغاريا من فترة وباحث في الموسيقى العالمية، عنده تجربة ثرية جدا ومؤلف يمكن مجموعة من الإصدارات اللي صدرت أيضا من مجلس أعلى للثقافة في مصر، بيتحدث فيها عن تأثير الموسيقى المصرية وتحديدا على الكلاسيكيات العالمية. أنا بقول كده لأنه شاب الحقيقة مثقف وبالتالي عنده خبرة في مجال عمله، لكنه كمان عنده تجربة فريدة في بلغاريا، لأنه لما سافر هناك قرر كمان أنه هو يفتتح مجموعة من سلاسل المطاعم، وبالتالي بنتكلم عن تجربة ثرية. لكن الأحلى كمان لما تشوف شاب بهذا العمق الحقيقة الثقافي والإنساني يحول كمان تجاربه دي في إنقاذ واحد من المشردين اللي تعرضوا الحقيقة لموقف صعب جدا عندما قام واحد من أصحاب المطاعم بالاعتداء عليه بالضرب. وزي ما فهمت الموقف يمكن أستاذ نور هيوضح لنا، هو بياع جائل وكان يعني حوالين المطعم واعتدى عليه الرجل صاحب المطعم بالضرب. مين اللي وقف له؟ وقف له شاب مصري جدع اسمه نور الدين التميمي، واصبح حديث وسائل الاعلام في بلغاريا. هذا الشاب الجميل مشرفنا النهارده في صباح الخير يا مصر، اهلا بيك وتحياتنا من القاهره. الله يخليك، صباح الخير. صباح الخير عليك يا نور، احنا يعني اكيد فخورين بيك، فخورين بموقفك البطولي والشجاعي الغريب عن اخلاق المصريين. الإعلام البلغاري ملوش كلام غير عنك، احكي لنا اللي حصل بالظبط، يعني ايه الموقف اللي شفته، المشهد اللي شفته وخلاك تتدخل بالشكل ده؟ هو الموقف من البداية ان كان في بائع متجول اسمه ميتكو، هو دلوقتي من حوالي اسبوعين كل الإعلام البلغاري وكل الإعلام الأوروبي بيتكلم عن الموقف اللي حصل له، لان هو يعتبر أيقونة من أيقونات بلوفديف. هو بائع متجول بيبيع شرابات، انسان بسيط جدا ورمز للتفاني للعمل والجهد، فهو كان بيبيع شرابات وراح قدام قهوه معينه، فكان في شخص هو محامي يعني يعتبر من اشهر رجال الاعمال هنا، فهو راح وطلب منه ان هو يمشي بس باسلوب مش كويس، ومسكوا ضربوا الكاميرات طبعا لقطت الموضوع ده، وطبعا عندكم فيديو بالواقع، وقام رماله الشرابات بشكل مهين جدا وقام ضربه. طب هو ما سببلوش اي ازعاج؟ يعني مجرد وجوده قدام المطعم ده اللي ضايقه؟ والله انا مش عايز اركز قوي في الواقع كواقع بين ميتكو وبين الراجل اللي عمل الفعله دي، انا عايز يعني اشوف الرمزيه في الموضوع، لان المجتمع البلغاري والمجتمع الاوروبي بشكل عام يعني شاف ان الموضوع ده اعمق من الواقعه، لان اهانه لكل القيم الجميله اللي بينادي بيها مثلا الاتحاد الاوروبي، حتى في نشيد السلام الوطني للاتحاد الاوروبي مثلا اللي هو السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن، كل قيم الإنسانية والعمل والإخاء يعني اسمها الإخاء، فأعتقد إن هو الواقعة دي كانت إهانة لكل القيم اللي بينادي بيها الاتحاد الأوروبي اللي هي بلغاريا جزء منه. أنت بتوضح لنا يا نور ليه الواقعة يعني عملت قلبان في الإعلام البلغاري في المجتمع البلغاري، يعني مش مجرد شخص اتعرض للإهانة فشخص كان عنده قدر من الإنسانية تدخل يدافع عنه، لا الموضوع أكبر من كده بكتير. بالظبط بالظبط، هو الواقع أن واحد أهان واحد بيشتغل كل يوم وعنده جهد وعنده عمل وبيقدر يعني بقاله 20 سنة شغال الشغلانة دي، وهو مقدر جدا من المجتمع البلغاري، مجتمع في بلوفديف بالذات، حتى في صوفيا مجتمع البلغاري بشكل عام. فالراجل ده أهانه وضربه قدام كل الناس، فهو حتى الشباب راحوا تظاهروا قدام الكافيه ده ورموا يعني في واقع في حاجه كده رمزيه، رموا شرابات على المكان وقفلوا، والبوليس جه مسكه وهو بيتحاكم دلوقتي. ورد فعلي بقى ان انا شفت الواقع دي وانا اعرف ميتكو مش شخصيا طبعا، بس انا اعرفه كايقونه من ايقونات بلوفديف، وان انا كنت بساعده
لان انا كان عندي مطعم قبل كده من 3 سنين قريب من المكان ده، فهو كان بيجي ياكل ببلاش لان كنت عامل مبادره من 3 سنين في المطعم ده بهذا الشكل، فكنت بشوفه على طول وهو بيشتغل وهو يعني من الصبح بالليل ومفيش اي دخل قوي يعني. فاتضايقت جدا طبعا. وعن رد فعلي ان طب معلش يا دكتور اسالك سؤال، انت تدخلت وواضح انه كان موقفك موقف قوي بدليل طبعا الحديث وسائل الاعلام، بس انت يعني انت برضو في النهايه مصري وعايش في بلد غريبه عندك مهما كان يعني حتى لو قعد فيها بقالك سنين يعني ما خفتش، وخاصه انت بتقول انه الراجل ده كان صاحب نفوذ ومحامي ومعروف ومن الاثرياء في بلغاريا، يعني برضو ما خفت شوية كده ولا الحاجات دي الواحد ما بيفكرش فيها ساعتها؟ لا لا أنا فكرت فقط بمصريتي، وده كلام مش للإعلام ولا للبروباجندا، فكرت كمصري أصيل، فكرت كمصري شهم إن أنا لازم أتدخل في حاجة زي كده. أنا طبعا ما روحتش تدخلت وحشت عنه، أنا ما عرفش معلوماتك إيه بالظبط عن الموضوع إن أنا حشت وتدخلت، لا انا ما عملتش كده. انا كراجل يعني مستثمر في بلوفديف قررت ان انا اتحمل فقط او ان انا هدفع ما يعادل 100,000 جنيه مصري كتعويض او كهديه لميتكو، وان انا هفتح له محل للشرابات مجهز بالكامل وادفع له كل بالكامل. النفقات الله و... بالكامل وان انا اسف معلش انا المعلومه دي كمان ما كانتش واضحه لي فكويس ان انت اضفتها يعني. لا انا ما تدخلت، انا ما كنتش موجود وقت الواقع نفسها، وقت الواقع انا شفت الواقع وزعلت زي ما ملايين البلغار والاوروبيين زعلوا، فانا عملت اللمحه دي لمحه بسيطه طبعا، مش دفاعا عن ميتكو كشخص، دفاعا عن قيم الاتحاد الاوروبي او قيم الانسانيه بشكل عام، لان دي القيم الانسانيه. وانا كنت عايز اقول ان انا كمصري ان احنا مصريين عندنا اصاله عندنا شهامه وان احنا كبار قوي، المصريين كبار قوي ولازم ان احنا نتعامل بهذا الشكل، لان الدوله المصريه في المرحله الاخيره بتتعامل بهذا الشكل في محيطها في كل المشاكل في كل الأزمات بهذا الشكل، فلازم إن كل مصري يكون سفير لهذه الفكرة إن إحنا كبار قوي. وإمتى يمكن بدرت كمان يعني قبل كتير من البلغاريين نفسهم، أعتقد ده كمان يعني لطيف إن إحنا نقرأ في الجرايد في بلد غريبة إنه شاب مصري قدر يعني كمان يقدم منحة رغم إن هو ضيف في هذه البلد لكن لأبناء البلد نفسهم، فالحقيقة ده برضو يعني دليل كمان على نضجك ووعيك، واحنا بنحييك على ده. انت مش بس ساهمت يمكن بالكلمة لكن كمان بمالك، وده شيء في قمة الإنسانية. احنا بنشكرك جدا، بنشكرك جدا يا أستاذ نورة على المبادرة اللطيفة دي، وفخورين الحقيقة بيك بشكل كبير جدا، انت تجربة إنسانية ثرية، وانا عارف ان انت كمان باحث في الموسيقى وليك اهتمامات مختلفة، فبنشكرك ونتمنى لك طبعا التوفيق في كل خطواتك، وياريت نفضل متابعين كل أبنائنا بره. أكيد يعني تصرفات حضارية هي مش بس إنسانية، هو شخص واعي ومتفهم لمبادئ وحقوق الإنسان، وعشان كده يعني حاول يحافظ على كيان هذا الشخص وأخلاقه ويعني تحضره أنه يوفر له مكان يقدر فيه يبيع فيه الشرابات من غير ما حد يتعرض له أو ينتهك حقوقه. شفتي كمان على الصور اللي في الجرايد يعني واخد مساحه كبيره جدا، ده شيء يسعدنا اكيد فخورين بيه. شكرا جزيلا لنور الدين التميمي المواطن المصري اللي بيتكلم عنه المجتمع البلغاري دلوقتي بعد الواقعه دي. خلينا نروح لملف تاني، احنا بنتكلم طبعا كنا على مدار الحلقه وفي تركيز كبير بمناسبه مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في مصر، ملفات كتيرة جدا تم تحقيق خطوات كتيرة وتم فيها التقدم، منها توفير السلع الأساسية، دي كانت من ضمن الملفات اللي اهتمت بيها الدولة خصوصا وقت الأزمات، وجود أي أزمة وكان آخرها طبعا كورونا ما تأثرش على وجود السلع الأساسية المتوفرة للمواطن.
خلينا نتكلم بالأرقام. الدولة خصصت 1.8 مليار دولار، يعني تقريبا 30 مليار جنيه، عشان يكون عندنا احتياطي استراتيجي كافي من كل السلع الغذائية الأساسية اللي بيحتاجها المواطن. خلينا نتكلم تفاصيل أكتر عن الملف ده مع الأستاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، اللي هيكون معانا دلوقتي حالا عبر الهاتف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على مشاهدينك الكرام. خلينا نتكلم يعني ونشرح للمواطن ازاي الدولة قدرت انها تحافظ على الاحتياطي الاستراتيجي الكافي من كل السلع خلال السنوات الماضية. هنقول خلال من عام 2014 حتى عام 2021 تغيرت خريطة وزارة التموين بصورة كبيرة جدا من خلال عمليات استراتيجية ومخزون استراتيجي توفر السلع على النحو الآتي. لو جينا نبص على ملف الصوامع، كانت الأول موضوع القمح اللي بينتج رغيف الجيش اللي هو رغيف العيش الأساسي المواطن المصري كل يوم. طبعا الصوامع الأول كان بتهدر القمح، والنهارده عملنا صوامع بدل الشون الترابية اللي وفرت 4 مليار جنيه. الحاجة الثانية ثقة الفلاح المصري انه بياخد بيروح يورد القمح بتاعه في الشقة في الصومعة مباشرة وبياخد ثمن القمح، فادت ثقة. وزيادة المخزون الاستراتيجي أضعاف مضاعفة في الصوامع الجديدة أدت إلى توفير القمح، وأدت إلى وجود الرغيف الخبز بجودة عالية وطرق التخزين والتداول. لو جينا على ملف السكر يا فندم، النهارده ملف السكر وتطوير الصناعات، الشركة القابضة شركات السكر الموجودة في شركة القطة وتطوير هذه الصناعة وثقة المفلاح المصري في الزراعات التعاقدية اللي هو بدأ يعرف ان هو يزرع ايه وان محصوله هيتاخد منه اخر السنة وياخد ثمنه فورا، ادى الى والحمد لله نبارك للشعب المصري وصول السكر الى شبه الاكتفاء الذاتي من السكر. لو جينا نشوفها على ملف المطاحن، يعني قبل ما نسيب ملف السكر يا استاذ عبد المنعم، يعني لو نفتكر زمان كان في ازمات في السكر كتيره، حصل فيه عجز كبير، وده كان يعني نتيجه لانخفاض الانتاج العالمي. الموضوع ده مش موجود دلوقتي، من السكر اختلف تماما تماما. وتطوير الشركات، تطوير زراعه البنجر، خلت الفلاح المصري او المزارع المصري يزرع البنجر وهو مطمن ان محصوله هيلاقي الحكومه تاخده عنه اخر سنه وبياخد الثمن فورا. فدي طبعا ادت الى زياده المساحه المزروعه وادت الى الاكتفاء الذاتي. لو جينا على ملف المطاحن، تطوير المطاحن ومكاتها على المخابز والصوامع بصفه ان المخبز النهارده بياخد القمح بتاع الدقيق عنده مخزون استراتيجي بجانب ان هو المخزون الاستراتيجي اللي عنده ياخد الدقيق لمده 3 ايام. اصبح المواطن بيقوم الصبح يلاقي العيش بتاعه الدقيق في المخبز، العيش موجود بجوده عاليه. النهارده العيش متاكل كله كامل، ما عادش فيه اهدار لاي جزء من الرغيف. النهارده منعنا التوابير المخابز. النهارده المواطن بيقدر ياخد على مقرراته التمويليه من الخبز يوميا بيسر وبسلاسل بسلاسه. النهارده المقررات التموينيه سواء في الزيت او السكر او المواد التموينيه او غيره، نتيجه زياده المخزون الاستراتيجي للسلع التموينيه اللي كان بيصل لثلاث شهور، الحمد لله وصلنا النهارده الى اقل سلعه 6 شهور، ممكن تصل السلع الى 24 شهر. زياده المخازن، بس النقطه دي لو سمحت لي يا فندم لو وقفنا عندها، لو سمحت لي نقف عند فكره الاحتياطي. احنا دلوقتي كنا بنتكلم زمان ان الاحتياطي بيبقى 3 شهور، دلوقتي احنا نقدر نقول انه السلع بيبقى عندنا احتياطي ل6 شهور، صح؟ عشان برضه دي نقطه مفصليه. الحمد لله وصلنا 6 شهور نتيجه زياده عدد المخازن على مستوى الجمهوريه ل 1500 مخزن من كل السلع. يعني هل نقدر نقول ان احنا اتفضل يا فندم، من كل السلع نقدر نقول ان احنا مؤمنين استراتيجيه لمده 6 شهور؟ 6 شهور يا فندم، بقول لحضرتك بعد السلع بنوصل ل 24 شهر. يعني النهارده عندنا تعاقدات في اللحوم 24 شهر، عندنا في الدواجن 7 شهور، عندنا الارز احتياطي موجود في مخزن 8 شهور ويوم، عندنا رغم انه كان في ازمه في الرز في فتره من الاوقات. حضرتك بتقول دلوقتي الرز تقريبا الاحتياطي فوق 6 شهور، حضرتك لو سمعت مظبوط؟ تمام يا فندم. وعندنا ده رز ابيض معبأ، ده خلاف الرز الشهير المخزن. يعني الرز عندنا الحمد لله كفاءة ذاتي من الرز، لان احنا بنستهلك 304,000 طن شهريا. فعندنا دراسات من خلال لجنه الازمات في الوزاره
بنعرف الارض المزروعه، بنعرف المحصول بتاعنا قد ايه، بنعرف الاستهلاك الشهري قد ايه، بنعرف المخزون الاستراتيجي بتاع قد ايه. ففي نتيجه دراسات وزاره التموين مع وزاره الزراعه مع وزاره التجاره مع وزاره المحليات، في دراسه بقى في تنسيق كامل ما بين وزاره التموين والوزارات الاخرى، اللي بنقدر نشوف الاراضي المزروعه قد ايه، الانتاج قد ايه، الاستهلاك قد ايه، المخزون الاستراتيجي بتاعنا ايه. دي نتيجه ادى الى ايه؟ السلع دي فيما يتعلق بالسلع اللي احنا سواء اللي كمان بنستوردها، يعني سواء كانت انتاج محلي او حتى السلع اللي بيتم استيرادها. بنرجع لايه بقى يا فندم؟ احنا عارفين المخزون بتاعنا واستهلاكنا، فعارفين كل سلع موجوده فيه. بعد ما بنامن احتياجات المواطن المصري من الوضع الغذائي بتاعه والوضع الاستراتيجي، نقول هنفتح باب التصدير للكذا مثلا على سبيل المثال. الفول ممكن افتح التصدير اقفله، سكر النهارده ما رضيش بنستورد السكر اللي عندنا، ارتفاع ذات السكر، الدواجن بدانا نقلص الدواجن النهارده واستهلاكنا دي، وممكن نوقف الاستهلاك او تنظيم عمليه. والزيت برضه يا فندم ايه وضعه؟ والزيت كمان البيض اللي عندنا، البيض فايض ومصدر بيض يا فندم، احنا بنصدر 13 مليار بيضه في السنه، عندنا فائض من البيض كبير جدا ممكن نسطره. انا كان قصدي الزيت، حضرتك سمعتني غلط. عمليه صناعه البيض النهارده، تحديث الصناعات وتحديث الصناعات بيؤدي الى الاكتفاء الزيادي وممكن نصدر للبلاد. هذا كله بيؤدي الى وجود السلعه متوفره في السوق المصري، بيؤدي بالطبع الى زياده المعروض، بيؤدي الى توازن السعر في السوق المصري. النهارده من خلال هذه السنوات لم نجد نقص في سلع معينه على مستوى السلع سواء الغذائيه او غير غذائيه او السلع التموينيه او غير التموينيه. النهارده مفيش احتكار لسلع، معنا على وجود بيانات عندنا بكل سلع مخزنه فين ومخزنها فين. النهارده في رقابه حقيقيه على الاسواق من خلال قرار العمليه 330 في سنه 2017، لان المواطن المصري تصل السلع في جميع انحاء الجمهوريه بنفس السعر من خلال الفاتوره الصادره من المصنع او التاجر او المستورد اللي فيها سعر بيع المستهلك، اللي بقدر اتحكم في السعر في السوق المصري. اعتقد يا فندم ده انعكس كمان على زياده السلع التموينيه كمان، يعني المخصصه طبعا للتموين، يعني المكرونه مثلا دخلت اعتقد المكرونه. ايه اللي دخل جديد كمان نتيجه الوفره؟ 14 سرعة استراتيجيه يا فندم، دي محور الارتكاز بتاعنا كل يوم. لازم نامن عليهم اللي هي السرعة الاستراتيجيه للشعب المصري. الحاجه الثانيه ان الدعم زاد في هذه الفتره، المواطن المصري بقى وصل الدعم بتاعه ل 50 جنيه الفتره في هذه الفتره. الحاجه الثانيه ان هو بدا ياخد نقاط الخبز من جميع السلع اللي هو عاوزها عشان ياخد احتياجاته الفعليه اللي هي محتاجه في البيت بتاعه، ما يفرضش عليه اي سلعه معينه. دي كله ادى الى ان المواطن المصري بدا يحس باستحسان، وبدا يحس بخدمه جيده، وبدا يحس بتوفر السلع في جميع انحاء الجمهوريه. طيب بما اننا بنتكلم عن كل السلع الاساسيه، حسام كان بيسال حضرتك من شويه على الزيت، يعني بما ان مشكلته معقده شويه عشان اعتمدنا بشكل كبير على الاستيراد، وطبعا اكيد حصلت ازمه يعني وقت كورونا، ايه الجهود اللي اتعملت عشان تشجيع التصنيع المحلي؟ النهارده الزيت يا فندم كنا بنعتمد كله على 95% من الاستيراد من شرق اسيا، وبتتم عمليه التكرير في مصر. كنا النهارده الزيت زاد عالميا في هذه الفتره من قبل رمضان بشهر كده الى هذه الفتره الى 40%، رغم هذه الزياده العالميه الا ان معالي وزير التموين نبه على الشركه القابضه وادى تعليماته ان ما يحصلش زياده في شهر رمضان، والمواطن كان بياخد الزيت بتاعه بنفس السعر مش فتره ده زيت التموين الى 1/6 نتيجة زيادة السعر العالمي من 13,920 إلى 19,320، فطبعا فرق 7,000 جنيه في الطن، إلا أن هذه الزيادة لم تحدث في مصر. النهاردة إحنا عاملين تعاقدات يوميا، بيكون الرصيد بتاعنا أكثر من 6 شهور نتيجة التعاقدات، لأن استهلاكنا من الزيت التمويني 60,000 طن شهريا. فالنهاردة إحنا عاملين تعاقدات لمدة 6 شهور و7 شهور و8 شهور عشان توفير هذه السلعة. إن الزيت بدأ من 1/6 بس، بدأ من اللي هو الزيت 800 مللي ب 17 جنيه، وان الزيت الواحد لتر ب 21 جنيه بس عشان المواطن يعرف، دي اقل من بره من 2 ل 3 جنيه، لان طبعا دي تعليمات مع الوزير بان لا المواطن المصري لا يتحمل اي اعباء اضافيه، ويكون الشركه القابضه متحمله 2 جنيه بجانب انها تحملت فرق السعر العالمي للسعر الغير اللي في مصر في هذه الفتره رمضان وقبل رمضان وبعد العيد. لأي مدى فندم شايف أنه أزمة كورونا كانت جرس إنذار للدول الأفريقية بشكل عام، يعني وفي مصر كمان، أنه اعتمادنا على التصنيع الغذائي وأمر مهم عشان يعني فاتورة الاستيراد المكلفة اللي بتنتج عن الأزمات وبتزداد طبعا مع الأزمات، وشوفنا ده مع أزمة كورونا. هو معالي فخامة الرئيس فتاح السيسي
طبعا الاهتمام بالمنتج المحلي، وهذا اهتمامنا جدا بيه ان يكون الانتاج المحلي اولا بنغطي السوق المحلي من الاكتفاء الذاتي وتقليل عمليه الاستيراد من خلال سلع احنا شفناها. قلت لحضرتك السكر، قلت لحضرتك الفول بدانا بنتج فيه، وعلى سبيل المثال الدواجن النهارده، صناعه الدواجن النهارده في اوامر بتحديث وتطوير صناعه الدواجن والاعتماد على الدواجن المحليه وتنظيم عمليه الاستيراد بدات النهارده. يمكن ما فيش اشتراط دواجن بقالنا شهر او شهرين، ده كله نتيجه ان في دراسات للاعتماد على المنتج المحلي وتصنيع المنتج المحلي اولا، واحنا ماشيين في هذا الاتجاه بسرعه جدا. ان اصبح بقى اكثر من السلع، بدل منع الاستيراد منها الاسماك على سبيل المثال، منع الاستيراد منها، والنهارده الاعتماد الكلي على الانتاج المحلي في مصر. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجاره الداخلية بوزارة التموين، شكرا جزيلا. هنروح لحضراتكم لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا دايما. اهلا بكم مرة تانية. مجال الرعاية الاجتماعية كان واحد من أهم أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من بداية توليه رئاسة البلاد. هنتكلم عن ملفات كتيرة، لكن الملف يمكن الأبرز كان حماية الأطفال بلا مأوى، والرئيس وجه في أكتر من مرة بتطوير الملف ده والعمل على إنهاء ظاهرة الأطفال في الشوارع واللي موجودين مع الأسف والكباري هي مأوى ليهم، وده ترجم الحقيقة بشكل واقعي على الأرض من خلال فرق التدخل السريع اللي بقينا نشوفها في الشوارع والميادين المصرية، وليها جهود عشان تشوف الأطفال دول وتوفر لهم الرعاية الاجتماعية الشاملة ويكون ليهم مكان آمن يكونوا فيه بعيد عن الشوارع. ملف مهم جدا، كان ضمن أحد أهم أولويات الدولة خلال السنين اللي فاتت. خلونا نستعرض أهم الإنجازات اللي تمت ووصلنا لفين النهاردة بعد جهود طويلة من فرق التدخل السريع، من خلال ضيفنا الموجود معانا في الاستوديو في صباح الخير يا مصر، الأستاذ حسني يوسف مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. أستاذ حسني صباح الخير، منورنا. صباح الخير. يعني هبدأ مع حضرتك، يمكن معلومة قريتها وحضرتك تصححها لي، أنا قريت أنه فرق التدخل السريع يا إيمان يمكن حققت أكتر من 28 ألف حالة تدخل في الشارع ده لغاية شهر يناير 2021، هل المعلومة دي صحيحة؟ 28 ألف ده رقم كبير. عن محافظات مصر. أصل محافظات بالضبط، ده الأطفال فقط، هل المعلومة دي صح؟ هو خليني بس لو إذا سمحت لي عايز يعني أنتهز هذه الفرصة الحقيقة ونهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب المصري بالإنجازات الحقيقة اللي اتحققت على مدار 7 سنين، اللي من ضمنها ملف الرعايه الاجتماعيه اللي حضرتك تفضلتوا بيه. والحقيقه البرنامج يعني عايز اوضح بس كام نقطه كده في البدايه، ان برنامج القومي لحمايه الاطفال والكبار بلا مأوى هو احد البرامج الرئاسيه اللي جت طبعا بتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه ان لازم يتعمل تدخلات سريعه وفوريه في هذه المشكله او هذه الظاهره. فتم عمل 2014 مسح على مستوى الجمهورية، قال إن عندنا حوالي 16,019 طفل بلا مأوى. ومن هنا أحب أوضح برضو إنه عدة محددات. أول حاجة إنه هناك فرق بين الطفل بلا مأوى أو الكبير بلا مأوى وبين الناس أو المواطنين في وضعية الشارع. فالطفل بلا مأوى هو الطفل فعلا الذي لا مأوى ليه، ملوش أسرة، ملوش مكان فعلا يقيم فيه إلا الشارع، ولكن في وضعية الشارع قد يكون متسول، قد يكون بيمتهن مهنة معينة وبيرجع هو لأسرته وليه كل حاجة وبيرجع آخر النهار الأسرة بتاعته. فالمسح اللي اتعمل 2014 قال إن احنا عندنا 16,019 طفل على مستوى الجمهورية بلا مأوى، بيتركز فيهم 80% منهم حوالي 12,000 أو أكتر من 12,000 في 10 محافظات، وهي دي اللي بدأ العمل بيها البرنامج، وهي محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف المنيا أسيوط والأليوبية والمنوفية والشرقية والأسكندرية والسويس. بدأ الحقيقة البرنامج يعمل بدعم من صندوق تحيا مصر،
بتمويل قدره حوالي 164 مليون جنيه مصري، 114 من صندوق تحيا مصر، 50 مليون من وزارة التضامن الاجتماعي. أهم المكونات الأساسية في هذا البرنامج، لأن هذا البرنامج جه نتيجة خبرات الحقيقة كانت في منظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية لها بعض الخبرات، فالوزارة قادت هذه الخبرات وكان المنتج بتاعه هو البرنامج ده. فتحددت هناك عدة مكونات، المكون الرئيسي بتاعها الأول هو الوحدات المتنقلة، وكان اتعمل 17 وحدة متنقلة طبعا بمواصفات معينة تجذب الأطفال في الشارع. مهمة الفريق اللي بيشتغل على هذه الفرق هو بناء جسور ثقة مع الأطفال. دي فرق تطوعية يا فندم؟ لا، الحقيقة ده جهاز وظيفي معين تم انتقاؤه بناء على معايير وشروط معينة وتأهيل معين، وبعد كده خد تدريب متخصص على اعلى مستوى، لان مهمته ان هو ماشي. احنا بنتكلم على فرق التدخل السريع اللي هي بتتجول في السيارات، هي دي الوحدات المتنقله حضرتك. الوحدات المتنقله دي عددها قد ايه برضو حضرتك، وبتشتغل ازاي برضو؟ عايز اقول لحضرتك برضو في حاجه تانية جوه وزاره التضامن الاجتماعي اسمها فرق التدخل السريع، ودي بتغطي جميع المحافظات اللي هم 27 محافظه، انما البرنامج القومي لحمايه الاطفال والكبار ده بيشتغل في 10 محافظات، بدا فيها في 2017 وبعدين في 2019 زود كمان 4 محافظات، فعندنا 14 محافظة بنشتغل فيها. مهمة الوحدات المتنقلة بالفرق دي إنها زي ما بقول لحضرتك، أنت الأطفال دول بقالهم فترة مقيمين في الشارع، فتشبعوا بثقافة الشارع، وعايز أقول إن هم فقدوا الثقة في التعامل مع أي حد، لأنهم تعرضوا لإساءات كتيرة واستغلال. وأكيد تعرضوا للاستغلال كمان. بالظبط كده يا فندم. فبدأوا يعني نادرا لما يثقوا في حد، وهو ده كان التحدي مع فرق العمل تجاه هؤلاء الأطفال. ده ما يسمى بإعادة التأهيل صح؟ أو تأهلهم للاندماج في المجتمع، ولا دي خطوة استمرارية؟ هي دي البداية. دي البداية. دي الخطوة الأولى. طب أنا جبت الطفل دوت وجذبته للوحدة المتنقلة اللي هي مصممة بطريقة تكون جاذبة، يعني فيها مثلا بلاي ستيشن، فيها جيمز فاني تجذب الأطفال، زي ما احنا عارفين من خصائص مرحلة الطفولة دي اللي هو التعلم من خلال اللعب. فأي حاجة بتجذب الطفل احنا حطيناها في هذه الوحدة، وبما فيها يعني الوحدة بتشتغل عليها أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، أخصائي أنشطة، ومسعف، ومدير لإدارة الحالة، زائد سائق. المجموعة دي كلها خدت التدريب على الكل في واحد، بحيث ان أي واحد يقدر يتعامل مع الطفل ويجذبه، وفاهم سيكولوجية الطفل، وفاهم ان الطفل ده في موقف هو خايف منه، فلازم اكسر الحاجز ده بينه وبين الطفل واجيبه للوحده المتنقله. طب هو جه هنا، لو هو حديث العهد بالشارع فده بيبقى سهل جدا ان انا اتواصل مع الاسره بتاعته واشوف ايه المشكله اللي في الاسره خلت الاسره تزج بهذا الطفل للشارع. وده بقى مدير الحاله بيبدا يشتغل مع الاسره، وبيبقى سهل جدا ان هو يرجع مع حل المشكله اللي هي موجوده في الاسره. طيب حاله عدم وجود اسره لاي سبب من الاسباب، هنا وجوده في دور للرعايه، ده بيبقى سهل على الطفل؟ دي بقى حضرتك الخطوه الثانيه، ان انا بشتغل مع الطفل في تغيير عقليته واتجاهاته وسلوكياته. لازم هو يبقى مقتنع معايا ان الشارع ده مش مكانه، مش هو ده المكان اللي هيلاقي فيه الامان ولا هيلاقي فيه المستقبل. فببتدي امهد له انا كاخصائي شغال معاه على الوحده، امهد له ان نروح لازم نروح المرحله الثانيه او المكون الثاني، وهو دار الرعايه. دار الرعايه هنا في البرنامج 21 مؤسسه على مستوى ال 14 محافظه، دي تم تطويرها تطوير شامل من حيث البرامج والانشطه ودعم الجهاز الوظيفي والتدريب وبناء قدرات الجهاز اللي بيشتغل مع هؤلاء الاطفال، بهدف اعاده تاهيلهم لتمهيدا لدمجهم في المجتمع، لان الجول او الهدف العام ان انا اعيد هؤلاء الاطفال ودمجهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع. طب نفسيا يا فندم، يعني واحنا بنتكلم عن اطفال بلا مأوى، وجود حد يرعاهم، وجود مكان امن ليهم، يعني حتى الاكل والشرب انه يكون متاح، اكيد دي حاجه تخلي الطفل يستجيب وينبسط. ليه بيكون في مقاومه تفتكر في رايك؟ الحقيقه الدعم النفسي زي ما حضرتك تفضلتي مهم جدا، ان انا لازم الطفل اوضح له بالظبط الفرق بين حياة الشارع وبين الحياة اللي هيعيشها، وأنا بقول له أدي البداية هي في الوحدة المتنقلة.
انا بقول لك انه بنحلل المشكله بتاعتك، بنشخص المرض او الوضع اللي انت فيه، في مشاكل 1 2 3، فدول احنا ان شاء الله مش هنقدر نروح للاسره بتاعتك، لان قد يكون هناك تفكك اسري اللي هو قادر يروح لوالده فزوجة والده رفضاه، او العكس يروح لوالدته فزوج والدته برضه رفضه، او مفيش حد، بندور بقى على الاقارب مثلا العم او الخال او الجد، ونبدا نشتغل بالتوازي على الطفل في اعاده تاهيله جوه المؤسسه، وعلى الاسره لنزيل الاسباب اللي هي خلت الطفل ده يخرج للشارع. الطفل لما يروح المؤسسه بيلاقي برضه نفس تيم ورك تاني موجود من اخصائي نفسي بيدي دعم نفسي. الهدف الاساسي ان انا ارجعه للتعليم اذا كان متسرب من التعليم. لو ما فيش فرصه للتعليم تاني فبنبدا نلحقه بالتدريب المهني، لانه لازم دي خطوه مهمه جدا عشان تمكينه اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع. هناك برضه بيبقى حصل تغيير في البرامج والانشطه داخل المؤسسات لتغيير الصوره الذهنيه لدى المواطنين تجاه المؤسسات الرعايه، يعني هو مش مكان بس انا بحط فيه الاطفال بوفر لهم اكل وشرب وملبس وهكذا، لا، ده هو انا بشتغل على بناء الانسان دوت لاعاده دمجه في المجتمع مره اخرى. جميل. انتوا كمان بتشجعوا طلبات الكفاله، وسمعنا انه نتيجه هذا المشروع اصبح فيه كمان زياده في عدد الاسر اللي بتقبل على الكفاله وكده، هل ده حقيقي؟ انا بشكر حضرتك على النقطه دي لانها مهمه جدا. ده بقى على اللونج ران او على المدى البعيد. احنا بنشتغل يعني على حاجتين، علاج المشكله اللي موجود دلوقتي على ارض الواقع والوقايه من المشكله دي، فده احد ادوات الوقايه اللي هو موضوع الاسر البديله. ودي الحقيقه في ليها لجنه عليا برئاسه مستشار معالي الوزيره، وتتكون من كافه الجهات المرتبطه بالمشكله دي، سواء اذا كانت وزاره الصحه، وزاره التربيه والتعليم، والشباب والرياضه، الازهر، دار الافتاء المصريه، كافه الجهات المعنيه، المجلس القومي للطفوله والامومه، ودي مهمتها ان هي بتزيل التحديات والصعاب للأسر اللي هي بترغب في كفالة هؤلاء الأطفال. لأنه أفضل مكان للأطفال دول زي ما حضراتكم عارفين في تربيته وتنشئته الأسرة، حتى وإن كانت بديلة. أكيد. لأن مهما وفر الطفل داخل مؤسسات الرعاية من سبل الحياة يبقى هناك حتة الحب والحنان طبعًا. والارتباط الأسري. على طفل واحد في بيت، يعني دي نقطة مهمة، وبيكون في متابعة على فكرة للأسر دي، يعني مش مجرد انها تولت مسؤولية الطفل الموضوع انتهى، يعني من قبلكم بيكون في كمان متابعة. ده صحيح يا فندم. النظام بتاع الأسر البديلة بداية من الموافقة على الأسرة، في شروط هنا يجب ان تنطبق على هذه الأسر التي ترغب. عدة شروط واضحة بناء على قرارات وزارية ومأخوذة ايضا من قانون الطفل، وهناك برضو هذه اللجنة تعمل على تطوير هذا القانون اللي هو قانون الأسر البديلة. وصولا إلى تسليم الطفل للأسرة الكافلة أو البديلة، ثم متابعة هذا الطفل لمرحلة معينة عشان نتأكد أن هذا الطفل موجود في بيئة آمنة وبيتلقى الرعاية والحماية زيه زي أي طفل طبيعي في أي أسرة. جميل جدا. يمكن عايز في نقطة، يمكن احنا شايفين على مدار سنوات أنه في تحسن فيما يتعلق بفكرة أطفال بلا مأوى، و النشاط ده بيستمر وبيزداد تحسنا مع الوقت، لكن اللي كان لافت يا ايمان ويمكن كان ليه صدى كمان مهم على السوشيال ميديا هو الكبار بلا مأوى، لان احنا شفنا حالات كتير فعلا وصور لفرق التدخل وهي بتاخد كتير من يعني ابنائنا واسرنا اللي بعضهم الحقيقه بيبقى عنده ظروف صحيه معينه او ظروف عقليه معينه او حتى يعني ايضا بيعاني من ظروف ماليه صعبه وبينتشلوهم احيانا من الشوارع ويقدموا لهم الرعايه. ده كان مظهر مش مألوف بالنسبه لنا في مصر، المظهر ده بنشوفه بشكل مستمر الان. وصلنا لفين لموضوع كبار بقى بلا مأوى؟ ده صحيح، كبار بلا مأوى الحقيقه يعني جت التعليمات ان احنا نتدخل فيهم معاهم من بدايه من 2019، وتفضلت معالي الوزيره باطلاق الحمله دي ونزلت الشارع فعلا وبدأنا العمل معاهم. هؤلاء الناس الكبار اللي هم في وضعية الشارع
بنصنفهم لثلاث أنواع. النوع الأولاني اللي هو فعلا عنده مشاكل اجتماعية وظروف أسرية خلته يعني يسيب البيت أو يسيب البيئة الاجتماعية ويعيش في الشارع. النوع الثاني هو اللي هو المتسول برضو، وده يعني بيمتهن برضو مهنة التسول. النوع الثالث هو عنده مشاكل عقلية ونفسية. فده الثلاث أنواع دول الحقيقة بتتطلب من وزارة التضامن والفرق، فرق الأطفال والكبار بلا مأوى والتدخل السريع، إن هم ينسقوا مع الوزارات المعنية، والحقيقة بنلاقي تعاون كبير جدا سواء إذا كان من وزارة الصحة عشان الحالات اللي هي عندها مشاكل عقلية ونفسية، أو مع وزارة الداخلية للحالات اللي هي المتسولة. وده بيجي في خطوة لاحقة إذا فشلت المحاولات بتاعت فرق الشارع إن هي تحولهم من وضعية الشارع إلى دور الرعاية. ما هو ده كان سؤالي لحضرتك، شايف إنه أنهي أصعب، التعامل مع الأطفال بلا مأوى ولا الكبار بلا مأوى؟ دي يعني واحدة من الأمور اللي ممكن يعني نفكر فيها، على اعتبار إنه الشخص الكبير خاصة لو في مشكلة نفسية أو عقلية صعب جدا إن أنت تأهله من جديد إنه يبدأ حياة تانية بشكل تاني وتحت قيود معينة. دي نقطة مهمة هنرجع لحضرتك فيها، لكن بعد متابعة موجز التاسعة لأهم الأنباء مع دينا شرف. اتفضل يا دينا. شكرا لك إيمان. والتاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي. وخلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي إنه سعيد بلقاء أخيه الأمير محمد بن سلمان، وقد تركز لقاؤنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، كما توافقت الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الشعبي والرسمي. يواصل المنتدى الأول لرؤساء هيئة الاستثمار الإفريقية أعماله لليوم الثاني بشرم الشيخ الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك حتى 14 من يونيو الحالي. ويشارك في المؤتمر وزراء ورؤساء هيئة الاستثمار في 34 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية. ويعقد المنتدى تحت شعار التكامل من أجل النمو، ويبحث المشاركون في المنتدى سبل التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الإفريقية لتهيئة دول القارة كواجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وقادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها. تبث تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم فيلما وثائقيا بعنوان 3 سنوات من الحلم، يرصد مشوار التنسيقية من التأسيس للتمكين، كما يرصد الفيلم كيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف تم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن. أتوجه برسالة إلى قادة العالم أجمع، استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم. بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، نحن بحاجة في مرحلة جديدة من ممارسة السياسة في مصر. كل واحد فينا من حقه يحلم يبقى وزير، من حقه يحلم يبقى رئيس جمهورية. فيلم وثائقي يرصد كل الخطوات من التأسيس وحتى الانطلاق وتحقيق النجاح الكبير. الشباب هم عماد هذه الأمة وهم المستقبل. سياسة تجمع لا تفرق. 7500 عامل منهم 6000 عامل تحت سن الستين مش هيبقى ليهم معاش يا فندم. كل منا لديه برنامج، لديه رؤية، لديه أهداف. يعني أنا ما كنت بنتمي الأحزاب كنت بنتمي لحزب واحد، مش سامع بقية الأحزاب، لأن في طيارات أخرى لغة الحوار عندها مثلا بالسلاح. إزاي ننزل على أرض الواقع، إزاي نحتك بأفكار الناس وبملامحهم. 3 سنوات من الحلم، فيلم عن تنسيقية شباب الأحزاب، سياسة بمفهوم جديد. برمي 30 سنة قدام وبنصلح 30 سنة ورا تقريبا، مفيش دولة بتعمل كده.
أعربت وزارة الخارجية عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ عن أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد لدولة الإمارات الشقيقة. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت دولة الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن وحصلت على 179 صوتا، وهذا وأكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد أن انتخاب دولة الإمارات يعكس دبلوماسيتها النشطة وموقعها الدولي ونموذجها التنموي المتميز. ومن جانبه أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم في السياسة الإماراتية وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفعاليتها. بدأ الجزائريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة، وتجرى عملية تصويت الجزائريين وسط إجراءات صحية مشددة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. هذا ويبلغ عدد المرشحين 10702، ويتنافسون على 407 مقاعد في 58 ولاية وأربع مناطق مخصصة للجاليات الجزائرية بالخارج، فيما تستمر فترة المجلس الجديد 5 سنوات. استهلت إيطاليا مشوارها في بطولة أوروبا لكرة القدم بفوز مقنع بثلاثة أهداف نظيفة على تركيا في المجموعة الأولى في مباراة احتضنها الملعب الأولمبي في روما. هز خلالها تشيرو إيموبيلي ورولانسو إنسيني الشباك، وعانى فريق المدرب روبرتو مانشيني من دفاع تركيا في الشوط الأول، لكنه أنهى حالة الجمود في الدقيقة 53 بعد أن لعب دومينيكو تمريرة عرضية لتصطدم بصدر المدافع التركي ميري ديميرال وتدخل شباكه بالخطأ. وضعف منتخب إيطاليا الغلة في الدقيقة 66 بعد أن تصدى حارس تركيا لمحاولة ليوناردو سبيناتسولا ليتابعها إيموبيلي في الشباك، وأكمل إنسيني ثلاثية فريقه في الدقيقة 79. وبهذا الفوز يكون المنتخب الإيطالي قد خاض 28 مباراة متتالية دون هزيمة. ختام موجز الثامنة وعودة مرة أخرى إلى حسام وإيمان لاستكمال فقرات برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا دينا، ويمكن هنرجع مع حضراتكم مرة تانية، وكنا طبعا بنتناقش في موضوع مهم جدا وهو ملف حماية الأطفال والكبار بلا مأوى. وطبعا في ضيافتنا الأستاذ حسني يوسف مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، يمكن خدنا كده في رحلة شوية تاريخية استعراض الجهود منذ البداية ووصلنا فين، وكنا وصلنا كمان مع نقطة الكبار كمان بلا مأوى. وكان عندك سؤال مهم الحقيقة ما قدرناش نجاوب عليه قبل طبعا ما نروح مع زميلتي دينا. موجز الأمل الحقيقة أستاذ حسني، يعني سؤالي كان هل التعامل مع الكبار بلا مأوى أصعب من التعامل مع أطفال بلا مأوى؟ حضرتك صنفتهم لثلاث أنواع، أكيد أصحاب الأمراض العقلية والنفسية ودول بنشوفهم بشكل كبير، اللي عندهم مشاكل اجتماعية واللي عندهم مشاكل مادية، التعامل معاهم وإعادة تأهيلهم ده أصعب من الأطفال في رأيك ولا الأطفال أصعب؟ مرة تانية بشكرك على السؤال ده، وحضرتك السؤال هو بيتضمن الإجابة برضه. بالنسبة للأطفال التحدي معاهم بيبقى إذا كانوا هؤلاء، بعض الأطفال بتبقى مستغلة، بمعنى إنه في حد بيشغلهم في أعمال تافهة وهم بيقصدوا مثلا، يعني مش عايز اقول في اتجار في مخدرات او بيشغلوهم مثلا في الاشارات، يبيعوا مناديل، يبيعوا حاجات زي كده بالظبط كده بالظبط كده. فده هنا ده بيبقى نوع من التحدي، ولكن مع تكثيف الشغل من خلال الاخصائيين الاجتماعيين مع هؤلاء الاطفال فبيقتنعوا، هم بياخدوا وقت صحيح عبال ما يقتنعوا، ولكن بننجح معاهم. الاشكاليه مع الكبار هنا اللي هم ذوي المشكلات العقلية أو النفسية أو المتسولين، يعني المتسولين ده ممكن بيبقى هو أو معاه أسرته في الشارع
واخد دي مهنة. مهنة. فبالتالي هنا الحقيقة بنتغلب على موضوع المتسولين بالتنسيق مع الداخلية. وفي الحقيقة تعاون مع أسام الشرطة ومع الناس المسؤولين. وده التدخل ده بيجي مرحلة تانية. الإشكالية هنا بقى مع اللي هي الأمراض العقلية والنفسية. فممكن يجي معانا وممكن يقتنع وكل حاجة ويجي معانا جوه المؤسسة، مؤسسة الرعاية. فبيحصل منه إشكاليات غصب عنه، لأن نتيجة الحالة المرضية اللي هو فيها بيبقى نوع من العنف مثلا أو حاجات زي كده. ولذلك هنا بنقول إن دول لازم ليهم مؤسسات معينة مؤهلة وفيها كوادر مدربة، كوادر متخصصة تتعامل مع المشكلات العقلية والنفسية. وحضرتك بتحليهم يعني بتحليهم لهذا الدعم بالظبط. وهنا التعاون بتاع الصحة الحقيقة بنجد دعم من معالي الوزيرة الحقيقة بتحللنا المشكلة دي على المستوى الوزاري وعلى الأرض الواقع. بيتدخل معنا الحقيقة مكتب الشكاوى بمجلس الوزراء، وبيتعاونوا معنا الحقيقة في تدخلات على مستوى المحافظات لما بيكون عندنا حالات، خاصة في ظل ظروف كورونا، لأن هناك برضو الإجراءات الاحترازية لازم تتم. يعني الحالة اللي أنا بتعامل معها في الشارع لازم أعمل لها التحليل وأعمل لها الكشف في أحد المستشفيات عشان ما أقدرش أدخله على طول دار الرعاية، وإلا ممكن قد يكون مصاب بمرض ولا حاجة فينقل العدوى جوه. ده صعب المهمة أكتر. بالضبط كده يا فندم. كل هذه التحديات الحمد لله بنقدر نتغلب عليها الحمد لله. طيب هل يعني في محافظة معينة ممكن نقول إن هي أصبحت شبه خالية من سواء أطفال أو كبار بلا مأوى؟ يعني أكيد كلنا كنا بنشوف في الشوارع يعني سواء أصحاب الأمراض النفسية أو العقلية أو الأطفال اللي بيبقوا منتشرين في الشوارع، أكيد دي حاجة احنا بنشوفها في حياتنا بشكل يومي وفي أماكن متفرقة الحقيقة. هل في مكان معين أو محافظة معينة أو منطقة معينة حضرتك تقدر تقول عليها بما أننا بنتكلم عن مشروع قومي أنها أصبحت خالية من أطفال أو كبار بلا مأوى؟ هو الحقيقة صعب جدا أقول أن في محافظة أصبحت خالية. ليه بقى؟ لأن هذه المشكلة أو الظاهرة هي متحركة طبعا. يعني لو أنا مثلا أقول محافظة بورسعيد، وده حصل فعلا، يعني جينا في فترة كده كان تقريبا كل الكبار بلا مأوى، كل اتعاملنا معاهم لدرجة أن تمشي في الشارع ما تلاقيش ولا حالة، ولكن هي محافظة جاذبة. فممكن تاني بيجي تاني برضو حالات من محافظات أخرى وهكذا. في الحركة بتاعة الأطفال والكبار بلا مأوى مرتبطة أيضا بالمناسبات الدينية مثلا، زي مثلا طنطا ولما يكون في مولد هناك مثلا، أو في القاهرة ومولد الحسين أو السيدة زينب مثلا. يعني هل في أماكن معينة كمان بتبقى جاذبة ليهم؟ يعني احنا بنلاحظ يا حسام قدام البنوك مثلا لو في مناسبة زي رمضان قدام محلات الحلويات صحيح بتكون زي بؤر. صحيح، ده فعلا هتلاقي حضرتك الإشارات، المناطق اللي هي المطاعم مثلا، منطقة فيها تجارة وكده زي الشوارع في وسط البلد مثلا، أو اللي فيها حركة الناس كتير بتمشي، فهم بيستدروا عطف الناس. يعني مثلا تبص لها بره المطعم حضرتك، الواحد هو داخل أو خارج من المطعم تلاقيه واقف علشان ده، دول المتسولين واخد بال حضرتك، اللي هم فعلا بنحاول معاهم، ودول بتلاقي ليهم أسر، بس هي دي المهنه بتاعتهم. وده الصنف او النوع اللي احنا بنتكلم عنه. لما بنلاقي مشكلتهم مش على انفسهم كمان، على غيرهم، لانه الحقيقه هو بيشغل الابن والبنت ده صحيح. يعني هي دي الكارثه، انه مع الاسف بيبقى عايز جهد كبير وعايز شغل، فاحيانا بقى ما بيكونش العلاج معاهم الا بالتدخل الشرطي. انه واحد بيخلف اصلا عشان يسرح بهدف، يعني فتخيلي العقليه بشوف بقى هو اصلا بيخلف عشان يسرح، فتخيل بقى تتعامل مع العقلية دي عاملة ازاي. دي حقيقة، ده النوع ده فعلا موجود. يعني انا لو سمحتولي برضو حابب اقول ان هذه التجربة المصرية الحقيقة كان معالي الوزيرة عرضتها في مجلس شؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية، ومن خلالها الحقيقة كان بحضور بعض منظمات الدولية زي منظمة العمل الدولية وزي اليونيسيف وبلان انترناشونال. الحقيقة اعجبوا بهذه التجربة وطلبوا ان احنا نعرضها في مؤتمر عبر سكايب، وفعلا كان بحضور اكتر من حاجة و50 دولة تقريبا،
وأثنوا عليها، والحمد لله تم اختيار هذه التجربة من ضمن أفضل 36 تجربة للتدخل مع الأطفال في وضعية الشارع على مستوى العالم، وخدت المركز 16 خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالحقيقة كانت تجربة جيدة، والحقيقة أثنى عليها كل الناس اللي قيموها حتى من الجهات الرقابية. وده يعني عايز أقول إنه الحقيقة بدعم السيد رئيس الجمهورية اللي بث في فرق العمل فعلا طاقة إيجابية، وبنحاول إن احنا نكون عند حسن الظن، وبداية من الأخصائي أو السائق اللي بيشتغل على الوحدة المتنقلة إلى المربية أو الداعمة أو الأخصائية الاجتماعية داخل دار الرعاية، الكل الحقيقة بيبذل قصارى جهده. وبرضه نتيجة دعم معالي الوزيرة الحقيقة وتسديل العقبات اللي فعلا بتساعد على إنه كل الناس تشتغل ونعمل اللي علينا، والحمد لله بنلاقي في نتائج كويسه يعني. الحمد لله. قبل ما نختم مع حضرتك، وانا كنت سالتك في الاول هل في عدد معين للحالات نقدر تقول تم التعامل معها في فتره زمنيه؟ لانه في ارقام حضرتك احنا بدانا العمل الفعلي او بدايه البرنامج في التجهيز والاعداد لتصنيع ال 17 وحده ولتطوير المؤسسات بدانا من 2016. طبعا كان قبليهم 2014 اتعمل المسح اللي انا قلت لحضراتكم عليه. الشغل الحقيقي على ارض الواقع بدا من 2017 حتى 2021 تحديدا لغايه شهر مارس، اتعاملنا مع حوالي اكتر من 16600 طفل في وضعيه الشارع، منهم اللي هم بلا مأوى، ومنهم اللي هم بيتسولوا، ومنهم اللي هم بيعملوا في الشارع. تم إعادة دمج حوالي 4200 طفل ما بين دمج أسري ودمج داخل مؤسسات الرعاية. من 16000. من 16000. طيب وبقية الباقيين بنشتغل معاهم بقى في وضعية الشارع من حيث التوعية، والتوعية بكافة أنواع إن المخاطر اللي بيتعرضوا بيها. وطبعا التوعية دي مش بتيجي ليهم هم فقط، لكل الناس. يعني مثلا لو انا لقيت حد كبير في مناطق معينه، ودي بيتعرف عليها بقى، التفاصيل دي كلها بيتعرف عليها فريق العمل، فبيعرفوا ان مين اللي بيشغل الطفل ده، او مين اللي بيتعامل معاه، او مين اللي بيسنده في تواجده في الشارع حتى اذا كانت الاسره بتاعته. فبيحصل لقاءات وتوعيه وتقديم خدمات معينه. يعني مثلا ممكن الطفل يكون في وضع صحي مزري او مش كويس، فبيتعاونوا ياخدوا لهذا الطفل إحالة للمستشفى، أو إحالة لي يعني إذا كان عايز عملية، إذا كان أي نوع من أنواع الرعاية دي. أيضا لو الطفل عنده رغبة في أنه يلتحق بمهنة معينة عشان يجرب، وده برضو المحاولة والخطأ والتجريب والنجاح والفشل. فهي المسألة بتاخد يعني مش مسألة إن أنا مثلا زي الشرطة أنزل وأعمل كبسة ولم الولاد اللي في الشارع، لا في متابعة. دي حياة إنسان في النهاية، دي استمرارية يعني في متابعة الحالة لغاية ضمانها، وأكيد دي حاجة مش سهلة. بالظبط. وده أنا ببقى ملتزم كمان باتفاقية حقوق الطفل اللي مصر ماضية عليها، وإن أنا براعي إن ده طفل ليه حقوقه أكيد، والحرية والحاجات اللي إحنا عارفينها أكيد. كمان أنا عاجبني إنه الفترة دي كمان كتير من التشريعات بيتغير فيها الاسم من أطفال الشوارع الى اطفال بلا مأوى. وده برضو تطور في التفكير، خلينا نقول يحسب يعني كل من شارك فيه في البرلمان. لسه معدلين برضو بعض القوانين، وطبعا ليكم كل الشكر على ده كمان. احنا نشكرك طبعا، كانت تجربه ثريه وفيها طبعا تاكيد معلومات كنا مهم ان احنا نعرفها، وحضرتك وضحت لنا بعض الامور برضو اللي بتبدو احيانا ملتبسه علينا، فرق بين فرق التدخل السريع والوحدات المتنقله، مجهود كبير. بنشكركم حقيقي طبعا كل افراد الفريق مع حضرتك. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، وعلى وعد ان شاء الله تشرفونا. هنيجي نصور بقى اي مكان طبعا. يعني في اي وحده متنقله في ال 14 محافظه تتابع الوحدات المتنقله دي وتشوف عن قرب عملها. في وحده متنقله مثلا. شكرا لحضرتك. شكرا ليك استاذ حسني يوسف، مدير المشروع القومي لحمايه الاطفال والكبار بلا مأوى. شكرا. شكرا. مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا في صباح الخير يا مصر لغاية الساعة 10، هنرجع بعد الفاصل.
الحقيقة الاهتمام خلال السبع سنين اللي فاتوا مش بس كان اهتمام بالمشروعات القومية أو بالطرق والكباري وغيرها، لكن الحقيقة كان في اهتمام أيضا بقضية هي في الأصل المفروض تكون اهتمام كل المصريين، وهي قضية الوعي والثقافة عند المواطن المصري. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع شعار البناء في الإنسان، وده ظهر الحقيقة من خلال مبادرات كتيرة منها ما قدمته وزارة الثقافة خلال الفترة اللي فاتت. خلونا نستعرض بعض وأهم هذه التجارب. سبع سنوات من الإنجازات لجمهورية جديدة وضعت المواطن المصري على رأس أولوياتها، وكما اهتمت بتنمية الموارد الاقتصادية والمشاريع القومية، لم تغفل بناء الإنسان فكرياً وثقافياً لتقتلع جذور فكر إرهابي حاول البعض به محو هوية وطن راسخ منذ آلاف السنين. إنجازات ثقافية عدة شهدها قطاع الثقافة خلال سبع سنوات، حيث تم الانتهاء من 96 مشروعاً إنشائياً بخلاف الأنشطة والبرامج والمهرجانات والفعاليات، بإجمالي تكلفة تصل إلى 1,978,811، إضافة إلى افتتاح 61 موقعاً ثقافياً خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020 على مسارح محافظات الجمهورية، وهذا بخلاف 85,000 نشاط ثقافي لتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع ومواجهة التطرف، و110 ألاف نشاط ثقافي لتنمية المواهب ودعم المبدعين، و28 ألف نشاط ثقافي لتحقيق العدالة الثقافية. كذلك تم تطوير المؤسسات الثقافية من خلال عدة افتتاحات وإعادة هيكلة الجهاز الإداري ومشروع التحول الرقمي وشبكة البنية المعلوماتية، وتم افتتاح 20 موقعاً ثقافياً على مستوى الجمهورية خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020. ووسط جائحة كورونا التي ألزمت العالم بإجراءات صارمة، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة خليك في البيت، الثقافة بين إيديك، وذلك على قناة اليوتيوب والتي سجلت 38.5 مليون زائر، تفاعل منهم وشاهد العروض 2,600,000 مواطن، بإجمالي عدد ساعات مشاهدة حتى الآن 190,744 ساعة، وسجلت القناة 112,000 مشترك، بالإضافة إلى تنظيم مبادرة تراثك أمانة للاهتمام بالتراث، وأيضاً إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية، وإدراج 5 ملفات بقائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو. كمان قطاع الطيران المدني كان ليه نصيب كبير من التطوير في السنين اللي فاتت. شفنا افتتاح الرئيس لمطار العاصمة الجديدة ومطار سفينكس، ده غير طبعا رفع كفاءة المطارات المصرية وتطوير الإجراءات الأمنية في المطارات واللي كانت محل إشادة من العالم أجمع. نتابع. قطاع الطيران المدني شهد خلال السنوات السبع الأخيرة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة، حيث تم افتتاح مطارات جديدة وتم تحديث منظومة المطارات القائمة، مع استضافة العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية الهامة في مجال الطيران المدني. برز اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الطيران المدني لدى افتتاحه مطاري العاصمة الجديدة وسفينكس الدوليين، كما شهد افتتاح مبنى الركاب رقم 1 بمطار الغردقة الدولي، والذي يستوعب 7.5 مليون راكب سنوياً على مساحة 692,000 متر مربع، وذلك بهدف خدمة السياحة في محافظة البحر الأحمر بقيمة 2.4 مليار جنيه. أيضاً تم اتخاذ إجراءات عاجلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع كفاءة المطارات المصرية، كتطوير الإجراءات الأمنية بالمطارات بما يضمن عدم وجود ثغرات أمنية، وتطوير البنية التحتية للمطارات من خلال استغلال المساحات المتاحة وتنسيق الموقع العام، ورفع كفاءة الكاونترات وتحديث اللوحات الإرشادية وشاشات العرض وأنظمة الإطفاء والإنذار وتوحيد الدهانات لجميع المباني داخل المطار.
وكان لمصر ووزارة الطيران المدني والمطارات المصرية النجاح في الحصول على مراكز وشهادات على مدار السبع سنوات الماضية، فحصلت وزارة الطيران المدني على شهادة الآيزو 2015-9001 في مجال الجودة لكل من الإدارة المركزية لخدمة العملاء والمواطنين والإدارة المركزية للجودة والبيئة. كمان كان في صدارة الاهتمامات، والحقيقة في أكثر من موقف وأكثر من مناسبة كان الحديث دائما عن القاهرة التاريخية وضرورة استعادتها لرونقها وبقائها كما هو الحال على مر العصور. الحقيقة السنوات اللي فاتت شهدت مجموعة كبيرة من أعمال التطوير والترميم لعدد كبير من المباني الأثرية وأيضا المناطق المهمة، على سبيل المثال منطقة مصر القديمة، منطقة عين السيرة ومحاورية متحف الحضارات، وامتداد أيضا هذه المنطقة الكبيرة اللي تشمل كل القاهرة التاريخية القديمة بأحيائها الحقيقة الممتدة. طبعا كمان ما نقدرش ننسى ميدان التحرير وتحوله لصورة إبداعية في قلب العاصمة. خلونا نتابع مع حضراتكم بعض مما تم. تلك المدينة الساحرة التي تحكي شوارعها تاريخ شعب مصر وحضارته العريقة التي أثرت البشرية على مر العصور. عملت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية على تحويل القاهرة التاريخية إلى متحف مفتوح يحاكي تاريخ مصر العريق، وتتضمن أعمال التطوير الحفاظ على المباني الأثرية ذات القيمة وإعطاء الأولوية لترميم المباني التاريخية وإحياء النسيج العمراني التاريخي للمنطقة، مع تشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات وتوفير مناطق انتظار للسيارات وإحياء الشخصية الاجتماعية والثقافية والحضارية للمنطقة من خلال تراثها الملموس. يشمل المشروع أيضاً تطوير محاور الحركة والوصول من خلال خلق محور ربط من شمال إلى جنوب العاصمة يربط بين الحيز الجغرافي للقاهرة التاريخية بحواضرها، مع إعادة تنظيم حركة سير المركبات على نطاق الأوسع من المدينة التاريخية، بجانب تحسين شبكة الطرق مع الحرص على عدم تقطيع روابط المدينة القديمة بمحاور مرورية. خطة تطوير القاهرة التاريخية تستهدف استغلال الميزة النسبية للقاهرة التاريخية كموقع تراث عالمي في إحياء واستعادة دور القاهرة كمدينة حية للتراث والثقافة والترويج من خلال خلق مقصد سياحي تاريخي استثنائي. كذلك إعادة التواصل بين مراحل نمو القاهرة التاريخية وإيجاد أنشطة ترتبط بالتاريخ والفن والثقافة والحرف والنمو التجاري والسياحة والترفيه. مناطق كتيرة في القاهرة التاريخية، ميدان التحرير آخرها، حصل فيه نوع من أنواع الانقلاب. الانقلاب ده يخلينا نرجع لأيام زمان، أيام وسط البلد وجمالها. الحاجات دي فرقت في المكان، أي حد هيمر بمنطقة وسط المدينة هيقدر يلاحظ الفرق في الشوارع، في الشكل العام الحضاري. المباني دي طرازها قديم وتاريخي وممكن ينقل يعني وسط العاصمه لمنطقه تانية. طبعا احنا بنتكلم كمان بعد الجهود اللي حصلت كمان، مش بس أكيد وسط البلد كمان، احنا بنتكلم عن سبع مناطق كبيره جوه القاهره التاريخيه اللي هي واحده من اهم المدن التراثيه في العالم على الاطلاق. صحيح، احنا شفنا زي ما انت قلتي في ميدان التحرير، في عين السيره، في بعض المناطق، لكن الحقيقه انه مشروع القاهره مثلا التاريخيه يعني عايزين يقول ان هو بيمتد على مساحه كبيره جدا، وبالفعل هيغير من شكل القاهره مره ثانيه، ربما يعيد وضعها عالميا بشكل احسن وافضل كثيرا كمان. لا مش بس بنتكلم عن اعاده وضعها على خريطه السياحه العالميه، لا الداخليه كمان. طبعا لما نلاقي المناطق دي بهذا الشكل اكيد احنا كمصريين هنحب نروحها، نحب يعني نشوف المكان بطرازه المعماري بتاريخه. أكيد ناس كتير
تعشق يعني طبعا القاهره التاريخيه ويمكن اخرها كمان تكون متواجده فيها هي واولادها. والحلو ان احنا بنشوف افكار جديده في يعني فيما يتعلق بتطوير القاهره. يعني لسه ايضا كان الاعلان عن مشروع تلال الفسطاط اللي كان من قريب، وهو بيتكامل مع منطقه مصر القديمه اللي هي جزء منها ايضا ممتد لمنطقه عين السيره. احنا بنتكلم عن مساحه كبيره وكلها بيجري فيها نوع من انواع التطوير الحالي. هنروح حضرتك كل فاصل، وبعد الفاصل بقى نرجع لاخر فقراتنا. اخر فقره يعني. صباح الخير يا اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن اشرنا انا وايمان في اول الحلقه لاول منتدى بيحدث في مدينه شرم الشيخ، اول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار في افريقيا. فكره يمكن الاولى اول مره يتم تطبيقها وطبقت على ارض مصر. وامبارح الحقيقه تابعنا دقه التنظيم فيما يتعلق بالمنتدى، وايضا كان هناك تصريحات مهمه للسيد رئيس الوزراء من خلال المنتدى اشار فيها لمجموعه من التحديات اللي بتواجه القاره، سواء فيما يتعلق تحديدا بازمه فيروس كورونا او ما يتعلق بكيفيه النهوض بالقاره بسبب تداعيات ازمه كورونا وبعد ايضا مرور الجائحه، فضلا عن مشاريع التكامل والنمو اللي حقيقه مصر كانت راس حرب فيها في مجموعه من التكتلات الاقتصاديه والمشروعات الطموحه للقاره الافريقيه. النهارده خلونا كمان نتكلم عن هذا المنتدى، خاصه ان احنا معانا ايضا باشمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، وهو كمان ليه باع طويل في افريقيا والاستثمار، وبالتالي اكيد هيكون عنده رؤيه خاصه. اهلا بحضرتك منورنا. صباح الخير مهندس علاء. احنا طبعا بنتكلم عن طموحات مصريه للتكامل الافريقي والتنميه الاقتصاديه، اكيد كورونا شكلت عقبة قدامها. دلوقتي مصر بتعقد المنتدى ده الأول من نوعه بعد بداية الدول التعافي من فيروس كورونا، في رأيك التوقيت ده مرتبط باسترجاع جهود مصر للتكامل الاقتصادي الأفريقي؟ صباح الخير أوانا، أو صباح الخير يا مصر بقى. صباح الخير يا مصر. أنا عجبني أول حاجة قلتيه دلوقتي التكامل مع أفريقيا، بتختلف عن النظرة اللي كنا دايما بنقول عليها إيه، عايزين نصدر لأفريقيا، عايزين لا احنا عايزين نتكامل مع أفريقيا. هو ده اللغة اللي المفروض نقدر نستخدمها الفترة الجاية. أفريقيا الأول ده قارة كبيرة 54 دولة، عدد السكان مليار وربع، يعني بتتكلم يمثلوا نسبة كبيرة من السكان العالم اللي هو 8 مليار، نسبة كبيرة من الشباب كمان، قارة شابة، نسبة كبيرة طبعا من الشباب. ناتج قومي 3.4 تريليون دولار، يعني الارقام دي بتدينا مؤشرات ان القاره دي مش قاره ضعيفه، لا قاره كويسه، قاره قويه فيها ناتج قومي قوي، فيها عدد سكان ضخم، فيها عدد دول كتيره. طيب احنا كنا فين في القصه دي؟ احنا ما كناش في القصه دي خالص، يعني كنا بعيد جدا 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 عن حتى الجيل اللي طالع جديد في افريقيا. قد يكون في الستينات مفهوم. كان لينا تواجد صح، انما بعد كده سبعينات تمانينات تسعينات او بدا ينزل في السبعينات تمانينات تسعينات والالفينات مفيش. فانت النهارده بتحيي الوجود المصري هناك، لان دائما الوجود دوله في مكان ما هو ده اللي بيشجع الاقتصاد او بيشجع الشعب ان يتعامل مع اقتصاديات هذه الدوله او يتعامل مع مستثمري هذه الدوله وكل هذا الكلام. فاذا النهارده انت بداتي فعلا في الفتره الاخرانيه يبقى ليكي تواجد في افريقيا، وبدات الناس في افريقيا الجيل الجديد، سيبك من الجيل القديم اللي طبعا في ناس منهم اتعلموا هنا وكلام من ده، بس الجيل الجديد ما يعرفش. والجيل الجديد ما يعنيه هو الاقتصاد، عايز يعيش حياتي اليوميه، حياتي اليوميه، حياتي اليوميه يعني بيشوف الانترنت، بيشوف المسلسلات الاجنبيه، فهو الدنيا اختلفت، بقى عايز مستوى حياة أفضل، بقى عايز يبقى معاه فلوس، بقى عايز يشتغل، كل هذا الكلام. فإذا أصبح وجوبي هنا النهاردة إن يبقى عندك استثمار مع الدول الإفريقية، استثمار جيد. ومن هنا نشأت فكرة التكامل الاستثماري ما بين مصر وأفريقيا، اللي هي مصر تعتبر
أقوى دولة تقريبا في أفريقيا، ده واقع الأمر. فإذا يعني استعمال التاريخ بتاعك مع تواجدك الحالي يخلق مناخ طيب للاستثمار. طيب أفريقيا عايزة إيه؟ يعني أفريقيا دي، أو لو قلنا أفريقيا طبعا يعني هنكبر الصورة شوية، أفريقيا ممكن تقسميها لأربع مناطق بس بيشتركوا في حاجة واحدة، إنه عايزين نمو لشعوبهم. يعني معنى كده عايز يصنع، يعني معنى كده عايز يبصلك أنت كقدوة لي، لأن أنت سابقاه في عمليات التصنيع وعمليات الإنتاج والزراعة وكل الكلام، سابقاه بكتير، فهو بيبصلك على هذا الأساس. جت أزمة كورونا عملت حاجة على قد ما كان ليها مظاهر سلبية كان ليها في أفريقيا مظهر إيجابي بالنسبة لمصر. إيه هو؟ أفريقيا عموما بتعتمد على الصين في معظم واردتها. صحيح. لما حصلت كورونا بقى في مشكلة ما بين الاستيراد والتعامل التجاري مع الصين، فبدأ أفريقيا أو بشكل عام كمان غير الصين أو بشكل عام طبعا أصبح في تحدي، لأنه أنت بتعتمد على سلع فقط بالضبط. فأصبح النهاردة ليهم رؤية في التعامل مع مصر مختلف عن قبل كده. طبعا مصر مش هي الوحيدة اللي موجودة، أنت عندك الهند وعندك تركيا وعندك دول أخرى، بس أنت دخلتي جوه الصورة وفي توقيت أنت أوريدي موجودة جوه القارة أو بدأت يبقى ليه وجود، فعندك فرصة النهاردة مثالية. حضرتك ما ذكرتش بس أنا كنت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار من 3 سنين. وفعلا أياميها كنا بنتكلم جديا على كيفية التعامل مع الدول الأفريقية اللي هي النهاردة بصالك بنظرة مختلفة عن قبل كده. طيب نخش بقى في أرض الواقع، إيه اللي ممكن يتعمل؟ أنت عندك مستثمرين مصريين بقالهم سنين في الاستثمار في كل أنواع الاستثمار، سواء سياحة أو زراعة أو صناعة. وعندك حكومة بقاليها وضع أعتقد إن هو مميز حاليا في القارة الأفريقية. تمام. مشروعات زي ده كمان يعني حتى في تنزانيا، في دول القرن الافريقي، في غيرها، اصبح في كمان كونستراكشن تشييد وبناء مصري في ده حقيقي اكتر من مره. طبعا يعني قطاع التشييد والبناء تحديدا ليه باع طويل وتاريخي بالزبط. في افريقيا وازداد مؤخرا، ده مؤكد بناء السدود بس انا بتكلم دلوقتي دي حاجه بتتكلموا على سواء المقاولين العرب كمشروع طبعا شركه ضخمه موجوده في كل افريقيا وعم كمان والسد تنزانيا، انا بتكلم بقى على المستثمر المصري اللي هو هنسيب المستوى الضخم ده وهننزل سنه تحت. يعني نتكلم على المشروعات الصغيره والمتوسطه مثلا. والله بصي هقول لك حاجه، هنتكلم فعلا ليه. لما بدانا حتى في مصر نتكلم في المشروعات الصغيره والمتوسطه، المشروع الصغير هو مشروع يشتغل بسرعه، يجيب فلوس بسرعه، الناس يبقى فيه تشغيل سريع. صحيح. وقليل التكنولوجيا، فمعنى كده ان ممكن يشتغل بسرعه. دي النقطة اللي لازم نبدأ ننقلها لأفريقيا في هذه النوعية من المشروعات. خلي المشروعات الكبيرة دي على جنب لأن مش كل واحد يقدر يعمل بكرة الصبح مشروع كبير ولونج تيرم، موضوع تاخد وقت كبير. إنما تشجيع المستثمر المصري على إقامة أو على شراكة المستثمر الأفريقي في إقامة مشاريع صغيرة تشتغل بسرعة، هو ده الامل الفتره الجايه. طيب توجه الدوله، يعني لو اتكلمنا عن المستثمر اللي كان بينظر الى افريقيا نظره انه هذه قاره ما فيش فيها استقرار سياسي وبالتالي وجود الاستثمار فيها يعني بما انه راس المال جبان ده نوع من انواع المخاطره، توجه الدوله الواضح في التواجد في افريقيا اقتصاديا وسياسيا وشعبيا ده كفيل انه يغير نظره المستثمر الصغير؟ دي نقطة فعلا كويسة هقولك عليها. أي دولة لما بتيجي تستثمر في دولة عندك جناحين للاستثمار، الجناح الحكومي وجناح المستثمر. الجناح الحكومي هو الذي يضمن للمستثمر ضمان استثماره، مش ضمان مكسبه، ضمان أن أي استثمار يعمله في هذه الدولة فإن حكومة هذه الدولة تضمن هذا الاستثمار. فإذا النهاردة الحكومة بتعمل اجراءات حاليا واتفاقيات مع الحكومات الاخرى ان احنا هنستثمر عندكم بس ناخد مزايا الاستثمار، وده شيء طبيعي. اي دوله هتيجي تستثمر دوله ثانيه بتاخد مزايا الاستثماريه طبعا، سواء اعفاء ضريبي او اراضي او ايا كان اللي هي بلس او زائد، ان انت يا حكومه تضمني فلوس هذا المستثمر.
عشان اللي حضرتك بتقولي عليه، لو حصل بكره انقلاب، حصل بكره تغير في السياسه، حصل حصل حصل، لا يبقى في ضمان. يبقى اذا النهارده عندك جناحين للحركه، جناح المستثمر اللي هو عارف هيعمل ايه ورايح وشايف دوله فيها مليار وربع بني ادم بيلبسوا مثلا 10 مليار بنطلون في السنه، يعني هو مدرك على طول، بيستخدموا مليار لمبه، بيستعملوا كل الارقام دي موجوده. فانت مدرك دلوقتي وعندك رؤيه الناس دي بتستعمل ايه. طيب هل هناك مستثمرين افارقه؟ اه في. هل المستورد الافريقي لا يرغب في التعامل مع المصري في التصنيع؟ لا يرغب. يعني انا لما دخلت افريقيا كان ليا رؤيه واضحه جدا ان انا هشوف مين اللي بيستورد الجزء اللي انا بصنعه وهو ده اللي هيشاركني في هذا الانتاج. فاصبح النهارده هو بدل ما بيستورده بالصين بيعمله عنده. هو كسب وبلده كسبت وانا كسبت. فاذا هي دي الرؤيه اللي لازم تتم في الفتره الجايه، والحكومه ماشيه في السكه دي، يعني ان الحكومه تضمن لك استثماراتك وانت مستثمر تدرك جيدا استثمارك يبقى في ايه، سواء في التصنيع، الصناعات الصغيره طبعا هو ده الاساس يعني. طب اسمح لي انا استخدم لفظ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء قال انه على افريقيا ان تكون مصنع العالم، وهنا نقطه التصنيع دي عشان حضرتك ذكرتها انا عايز استمر فيها، لانه جزء الحقيقه من ازمه كورونا وزي ما ذكرنا او اي ازمه بتحيط بافريقيا انه دايما اعتمادهم على فكره السلع مش الخدمه ومش الصناعه، وبالتالي اي ازمه دوليه بتؤثر بشكل سريع جدا على قاره افريقيا لانه مرتبطه بالتجاره العالميه او بالحركه العالميه. فكره مصنع العالم وازاي تتحول افريقيا الى مصنع العالم بما فيها كمان دور لمصر في ذلك. طيب هو يعني انا هستعمل نفس التعبير اللي حضرتك قلته وفخام الدوله رئيس الوزراء قاله اللي هي مصنع العالم. هو المصنع ده عباره عن ايه؟ ارض، طاقه، منتج قابل للبيع، نو هاو يعني معرفه. صح. الارض موجوده عندك، اعطاء يعني من غير ما نتكلم كتير، عندك اراضي في افريقيا عموما غير مستغله ضخمه جدا. طاقه، عندك طاقه، انت دلوقتي بقيت مركز طاقه وبتقدر تصدر طاقه، وفي دول افريقيه عندها طاقه. احتياج، انت عندك مليار وربع مليون ومليار وربع، يعني معنى كده عندك احتياج. فلوس، اه عندك فلوس. نو هاو، وهي المعرفه، موجوده في مصر وموجوده في 3 4 دول في افريقيا. فاذا النهارده كونك تنقل تبقى مصنع العالم ده وارد وسهل، وسهل كمان وسهل. بس امشي، مش عندك في مش عندك الصين دلوقتي بقت مصنع العالم. طب هي الصين دي بدات ازاي؟ بدا يصنع منتج صغير وبدا يستخدمه جوه بلده قبل ما يصدره. بنتكلم كمان في طفره في 20 سنه تقريبا، الطفره يعني احنا 20 سنه فقط. حضرتك دايما عشان نشوف احنا ماشيين ازاي نبص على حوالينا ونترجمه بلغتنا. هو بدا بمنتج صغير، بدا بيصنع استيكه وقلم وبرايه، النهارده هو بدا يعمل عربيه وطياره. فاللي عايز اقوله انت نفس الخطوات بتعملها. طيب انت بالنسبه لك سهل؟ اه بالنسبه لك سهل، لان عندك المقومات. الصين ما عندهاش ماتيريال، ما عندهاش خامات، انت عندك. افريقيا فيها لكن ما بتستغلهاش لانها بتصدرها. يبقى اذا النهارده انا لو توجهت هذا التوجه في المشروعات الصغيره على مستوى افريقيا، اه هتبقى في وقت ما. طيب من واقع خبره حضرتك، الصناعات اللي يجب الاستثمار فيها في افريقيا وبتشكل فرصه قدام المستثمر؟ واحد، الصناعات الطبيه. اثنين، الصناعات الغذائيه. ثلاثة، الملابس والصناعات النسجية. عندك ثلاث حاجات كده لا غنى عنهم، وافريقيا بتستوردهم بارقام موجودة عندنا لحد النهاردة. افريقيا كل حاجة بتستوردها بما فيها كيس القطن. يعني شوف انا عمال اقول لك بس ابسط إيه؟ الاشياء، ابسط الاشياء، الملابس بالكامل، الغذاء بالكامل. وانت سابقة، يعني لو نيجي نقول ايه، مصر بتستورد اغذيه، اه بتستورد، بس بتستورد على مستوى الرفاهيه قوي يعني، انما عندي كل المنتجات الغذائيه موجوده في مصر. والطبيه، والطبيه وبالمناسبه طبعًا. يعني انا شفت مستشفيات ميدانيه في افريقيا، منهم مستشفى في اثيوبيا من بضع سنوات يعني، وكان
كان الإقبال الأثيوبي على المستشفى ميداني مصري في طوابير بيثقوا في الدكتور المصري وبيثقوا في 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 العمالة المصرية والمنتجات الدوائية المصرية. وأنا استغربت ان ده شفته بعيني يعني. الكلام ده صح. المصري نظرا لحياته الطويلة يستطيع التعايش في كل دول أفريقيا، يستطيع ويجدها سهلة. أي الأوروبي ما يعرفش، التركي ما يعرفش، الصيني ما يعرفش، شوف بقى لدرجة إيه. وعشان كده إحنا لما فتحنا مصانع هناك الموظفين بتوعنا والمهندسين والعمال حصل بينهم تزاوج ما بين الأفارقة وعاشوا هناك واستمتعوا هناك. فاللي عايز أقوله أنت عندك المقاومات الشخصية اللي تمكنك من كده، وعندك المعرفة لأن أنت سابق اللي تمكنك من كده، وعندك نقطة تانية بقى، عندك طاقة إنتاجية زيادة. يعني النهاردة كل المصانع المصرية عندها طاقة إنتاجية زيادة. طب قدامك سكتين، الطاقة الإنتاجية دي تصدرها لأفريقيا ولا تنقلها كمركز تصنيع لأفريقيا، أيهما أسهل؟ أي واحد هيقولك إيه لا طبعا تصدر، لا لسبب، في دول تانية سبقتك في الحتة دي. فأنت بالنسبة لك إنك تصدر النهاردة مع طبعا ضعف وسائل النقل والكلام ده كله وتكلفتها العالية، طبعا دي قصة تانية صعبة قوي وعائق قدام التنمية والتكامل طبعا، ومش هتاجي التشجيع. إنما حضرتك النهاردة تمام. لو عندك مكنة قد كده تمام بتجمع أو بتعبي أو كلام من ده، بقت وحدة تصنيعية هو هناك هيشجعك وهيجد إن ده من وجهة نظره زي ما أنت بدأت كده، هيبقى صنع في تنزانيا، صنع في كينيا، صنع في حين انه في الاخر ده، غير انه في الاخر انت بتسع يعني هتتاخد في اطار ان احنا بنساعد بعض بنكمل التكامل. التكامل عشان نرجع نقول ايه التكامل، مش عايز استغلك انك سوق فقط، لا. انا عايز يبقى انا اقوم وانت تقوم، هنقوم مع بعض. وهو ده الشعور اللي هو عايزه. خد بالك برضو انت جالك فتره الميديا عندك هنا اساءت العلاقه، ما احنا بقى مع مرور الوقت دي خلاص. طبعا إذن انت محتاج كلنا بنتعلم ونتدرب ان احنا ايد واحده. هتقولها له بكذا طريقه وبكذا لغه، لغه البيزنس هتقولها له، لغه الميديا هتقولها له، لغه الاغاني هتقول، يعني كل حاجه لازم تدي نفس الدايركشن، نفس التوجه بالظبط كده. اشكرك جدا عمرك يا سيدي، اهلا وسهلا. مهندس علاء الثقتي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شكرك يا ايمان، بسطنا معاك النهارده. نشوفكم بقى بكرة إن شاء الله على ألف خير وصحة وسلامة، وصباح الخير يا مصر.